افتح لك وفي خروجك من الخطر أسترك من الريح وإيدي تكون مظلة في المطر تختبر في كل يوم إنك على يا وسهلا بيك. لا بلغ خسر يسوع هو بتخر طول عمري بي للمراعي من حملني على لا عوز رد الرب تحياتي وسلم بك العزيز أبو أندرياس. تحياتي لهم وسلم بكم هلا أخواني. تحياتي أتمنى تكونون بخير وفرح وبهدوء والسلام وطمأنينة. طبعا مثل كل مرة رجاء من الجميع يكبسون ويشيرون. هاي كل أشياء تساعد في موضوع نشر البث. اللي يحب يساعدنا في هذا الموضوع يكون مشكور شكرا جزيلا. واللي بقلبه يدعم البث يدعم البث من الرائج حتى ينتشر البث أكثر وأكثر. وهكذا هي الأمور. ويسوع المسيح يقوينا وينصرنا إلينا بالروح القدس والفرح. طبعا لغيت الحساب الثالث البارحة إنه نحضر الحساب الثالث لغيته سويت له حذف من التيك توك. حساب فاشل جدا للأسف. عندنا هذا الحساب الهولندي. أشكر يسوع الأمور كلها على ما يرام. الرب صالح و
رحمته إلى الأبد تدوم. الرب صالح ورحمته إلى الأبد تدوم. رب يقوينا ويقويكم ويمليكم بالروح القدس والفرح والهدوء والسلام والطمأنينة. أريد أسألك، تفضل اسأل، تفضل اسأل. بس السؤال، أنت تقدر تدافع عن دينك لو مثل الشيوخ؟ شنو هذا الكاتب؟ أخي تصف يسوع بصورة جميلة، أعطنا من كتب التاريخ. أحد تتعرض على شخصيته؟ أنا ليش يعني أحتاج كتب التاريخ؟ يعني عندنا الكتاب المقدس. إيش ما يعجبك الكتاب المقدس عزيزي؟ عندنا الكتاب المقدس، ما يعجبك؟ شباب رد نكبس ونشير إخوان، رجاء رد نكبس ونشير. التكبيس جدا بطيء، التكبيس جدا بطيء. مشكور. وإذا أنتم ما عندكم وهس، ماكم مشكلة، سوي شير. كل واحد يقول لي اسألك، اسأل عزيزي، اسأل. وينك؟ ها طالب قست، تفضل. شوف أنه يسأل. شوف جهنم وبئس المصير يا خوي. ليش؟ ليش؟ ليش جهنم وبئس المصير؟ افتح المايك. لا 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 لا، أحد نزله؟ أخ سلمان نزلته؟ أنا بالمفكر، يا هلا بالمفكر. ها هو خطيه، ها بس صعد يقول جهنم وبئس المصير وراح. حييك عزيزي وسهلا بيك أخ، أخروب تحياتي. بدنا كتب من التاريخ عزيزي. الشيء شنو هي كتب التاريخ؟ يعني انه كتب من التاريخ انه تهين يسوع المسيح، وكتب انه يعني توصف يسوع المسيح بوصف حسن. لكن احنا ما يهمنا هاي الكتب عزيزي. انت احنا عندنا كتب، عندنا كتاب المقدس، كتاب الرب المبارك. طيب انت ممكن تجي تحاورنا لو انت بس تعرف انه الجاهد. اخ ايلي تحياتي وسهلا بك. اخ حمزه وسهلا بك. بس تعرف الجاهد عزيزي على الكيبورد، اطلب جست. اخ تروح، انا وسهلا بك يا اختي. اطلب جست وتعال خلينا نتحاور انا وياك. تقدر؟ تقدر؟ وينك؟ وينك يا دكتور رافي؟ وينك؟ تعال تعال، انحصر بزاويه. ها لا ما جاء يا دكتور رافي. وينك؟ ها سكوت سكوت سكوت. ابو شهاب تحياتي وسهلا بك. سكوت مو طبيعي. ليش تسكت عزيزي؟ ليش تسكت؟ ليش تسكت؟ تعال 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 حاور، تعال حاور. انا لا اثق المؤرخين. طيب المؤرخين انطعنوا برسولك، شو نسوي لهم؟ انطعنوا المؤرخين، احنا ما نريد كلام فارغ. يلا يلا يلا، مع السلامه. يلا تعال حاخ، تعال خليك رجال حاور، ولا تكون من هذول المجاهدين على الكيبورد. اخ روبرتو تحياتي وسهلا بك العزيزي. اريد شباب الجميع يكبس شير. مشكورين شكرا جزيلا. عنوان الحلقه سؤال لي وسؤال لكم. طبعا اخوان، الرب يقويكم يحفظكم يحميكم البركه. طبعا كنا مشغولين في موضوع جدا مهم، هذا موضوع انه الايام الاخيره. شوف نكمله قريبا بقوه يسوع. الان نريد نوضح لكل البشريه ان شيوخ الأمة الإسلامية للأسف يهربون واحدهم والآخر. شيوخ الأمة الإسلامية في هروب مو طبيعي، هروب مو طبيعي. يجملون العقيدة الإسلامية أمام الناس، لكن هم لا يستطيعون الدفاع عنها، لا يستطيعون الدفاع عنها. يجملونها حتى يخدعون بها البشرية، لكنهم لا يستطيعون الدفاع عنها. تعال عزيزي، هاي دعوة لكل إنسان مسلم يهودي من أي شيء، من أي مكان. أكيد عزيزي، أكيد مو بس الشيوخ، وليش أكو؟ أكيد مو بس الشيوخ. يلا تفضل، سؤال لي وسؤال لكم. تفضل يلا تعال تعالوا، سؤال لي وسؤال لكم. وين وين وين؟ تفضل. هذا شوف شو بعد جمال، شوف الجمال، شوف الجمال. هو هذا صفوك، مو اسمه صفوك،
انا اعتقد اشترونه بالفلوس صح؟ عندي هروب مقدس. تعال عزيز، تعال تعال تفضل، مناظرة بيني وبينك، تعال تفضل، مناظرة بيني وبينك عزيزي، تعال تعال تفضل. تعال تفضل، تعال تعال تعال، شوف شلون، شوف شلون احنا هنا نسحق كبرياء المتكبرين تحت الأقدام، سحق تحت الأقدام، سحق. لو كنت رجال كان طلبت جست، لو كنت رجال اخت لوريتا سلام 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 بيك اختي، انت اللي اسمك يوزر، تعال تعال اطلب جست، تعال عزيز تعال اطلب جست، لو تخاف، لو اليوم، اليوم يوم المجاهدين على الكيبورد، اليوم يوم المجاهدين على الكيبورد. اخواني اعزائي، اشكر يسوع الحق، اشكر يسوع المبارك على الحق، قال استعرفون الحق والحق يحرركم، وقال ان حرركم الابن فبالحقيقه انتم احرار، فبالحقيقه انتم احرار، ستعرفون الحق والحق سيحرركم. تعال يا يوزر اطلب جست، اطلع لا تخاف، خليك رجال، خليك شجاع، لا تخاف عزيزي، لا تخاف لا تخاف لا تخاف. انا اعرف انه اكو رعب حاليا، رعب من مملكة إبليس، رعب مو طبيعي، الشيطان محتار، صعق تحت الأقدام، الشيطان محتار لأنه صعق تحت الأقدام، فمحتار، محتار الشيطان حاليا، عنده مشكلة جدا عظيمة، أي صدق، محتار الشيطان. تعال خليك رجال واطلب قس عزيزي، اطلب قس حتى نتحاور وياك. أخوان إذا أمكن الجميع التصويت على الوجه المبتسم، اخواني المسيحيين رجاء، وطبعا الجميع اللي يحب يساعد، الجميع على الوجه المبتسم، مشكورين شكرا جزيلا. اي صفوك، فانا اعتقد انه صفوك اشتروه بالفلوس، اعتقد، لانه يعني ما على العموم. يلا يلا تفضلوا اعزائي، شنو هاليوم اخواني؟ القسم، القسم مفتوح صح؟ لو انا غلطان، القسم مفتوح، يسوع المسيح هو الله، يسوع المسيح هو الله. ها ها، دكتور محمد، دكتور محمد اتحدانه مره ثانيه ولا لا؟ الدكتور محمد تعال خلينا نشوف، هم انا راح يطلع تعبان الدكتور محمد، ما اعرف، خلينا نشوف. تعال دكتور محمد اليوم هم انا تعبان، خلينا نشوف. اها اها، اليوم اليوم مبين عليك مو تعبان صح؟ لو كمان تعبان اقسم بالله، عارف انك هتبعت لي قسط، مال مين اللي طلع معاك ده؟ السلام عليكم. هذا شنو؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله وبياكم اخواني واحبتي في الله. هذا هذا جابهم بالنص هذول، كنيسة يسوع صلعتك. لحظه لحظه لحظه، طبعا طبعا هذول ايش دخلهم بالنص هذول؟ هذول ايش دخلهم؟ شلون دخلوا بالنص؟ حتى طلع لي تحذير، طلع لي تحذير انه اكو واحد من عندهم. انا طلبت الدكتور فقط، هذول شلون جوي؟ عجيب صدقي، يمكن صدقي يمكن، لانه لان بس طلع لي انه، طلع لي انه واحد، واحد من اللايفات انه مضروب، واحد من اللايفات مضروب، مضروب ايه، بس واحد من اللايفات مضروب. تعال يا دكتور، تعال مره ثانيه، تعال. ها يا دكتور، دكتور خلي الموضوع بيني وبينك، لا تقبل اشياء وناس اخرين، لا تقبل عزيزي. لا ده انا بقبل الكارتن ديت ان انت بتبعت لي يعني جوله، فبعمل قبول. لا لا ما اعرفش والله، انا واحد طالع، فانا والله أيوة. بعتذر لك على الاخ اللي سب، يعني انا بعتذر. ازيك عامل ايه؟ انا وسلم بتحياتي، اليوم كمان تعبان وجاهز النهارده. لا عادي يا قيس، عادي عادي، لكن هو طبعا احنا بالليل، واخد بالك؟ لك عادي، اتفضل اتفضل، اهلا وسهلا بيك. جاهز للمناظره؟ جاهز للمناظره؟
لا بالله عليك مناظرة، احنا مستعدين لمناظرة ولا متفقين على معاد؟ سمت عليك بالله. لا ماكو مشكلة نتفق. انت بعت جولة وانا اخبرتها، خليك معها شوية. ماشي شوية اخونا شوية كده. اخونا المحترم نتفضل الان نتفق امام الناس. ماشي تفضل. ايش وقت تريد مناظرة؟ يبقى الصبح. الصبح يعني ساعة بيش يعني الصبح؟ مش اخي النهار يعني ساعة لما بيش. افتح الصبح بعت جولة، يعني لما افتح الصبح يعني بفتح ساعة 10 9 ونص ابعث لي جار. بس خليك ما تنزلش، خليك معايا شويه. اخونا المحترم يعني الساعة 9 ونص الصبح عندك، عندي 8 ونص الصبح، انا انسان عندي شغل الصبح عزيزي. ماشي يعني انت خليها بس فترة الصبح اللي هي ايه وانا مركز فيها، مش اخر النهار وانا تعبان يا قيس، فاهمني يا حبيبي؟ ها انت المرهق والساعة عندي تعرف الساعة عندي كام؟ الساعة 12 بالليل. اي نعم فانت اليوم انا ما كنتش عايز افتح والله، اصلا ما كنتش عايز افتح. وانت برضو امبارح طيب بعت لي جوله برضو في نفس التوقيت، قلت لك انا مرهق. طيب عندنا سؤال لك يا دكتور محمد، لماذا يهربون شيوخ السنه والشيعة من عملنا؟ تفضل. انا فكرة؟ اصلا ما عنديش فكره ان حد بيهرب مني. مين هرب منك؟ انت مثلا انا هربت منك يا خيس. أكيد. ليه أنا مساعدت؟ أستنى. أنا مساعدت على بسك. نعم. وقبلت التحدي. مزبوط. تقبل التحدي. تفضل خلينا نتفق الآن على موعد. لا بس رد على سؤالي. أنت ليه تتهمني بالهروب؟ أنا مساعدت على بسك. لأنه أنا بعثت لك. التحدي. لأنه أنا بعثت لك رسائل كثيرة. ماشي. أنا على فكرة أنا بحبك وأنا حريص على الحوار. انت تحبني شلون يعني؟ طب انا اقول لك على سر. انت شلون على سر يعني؟ والله شلون تحبني يعني؟ شلون تحبني يعني؟ تفضل. يعني هو انا بحس انك جذاب كده في الحوار، وانت وجودك هيعمل رواج للبس. يا عزيزي المحبه ليست بالكلام بل بالفعل. المحبه ليست بالكلام بالفعل. طب بس رد على سؤالي. معلش يا شيخ القوت انا مش مساعد حد. رد على سؤال. انا صعدت امام هؤلاء الناس، انا صعدت على بسك قبل ذلك وقبلت التحدي ولا ما صعدتش؟ اخونا انا بعثت لك رسائل كثيره وانت لم تقبل. على العموم انسى الموضوع حاليا، تفضل الان نتفق على وقت المناظره. تفضل. ما انا قلت لك عادي فتره بكره بالنهار، بكره بعده في اي وقت، لكن مش تجيلي بالليل. تعالى لي في فتره اللي هي الصبح الساعه 11 الساعه 10 الساعة 12 فترة النهار في الأول. ما في مشكلة. أول لسه ما في مشكلة. إذا موعدنا السبت القادم. أوكي؟ طب وليه تخليها السبت ما تخليها بكرة؟ ها لأنه أنا بكرة عندي شغل، أنت تطلب الصبح، أنا الصبح عندي شغل عزيزي. طب ماشي يعني إيه بص يعني ممكن تبقى إيه أول فتحان بس ليك؟ ممكن تبقى أنت وإحنا نخليها بكرة. أنا نعم. حريص إن أنا أصلاً أطلع معك. جميل، بكرة ممكن نتفق مثلاً الساعة 5 مساءً بتوقيت مكة والعراق. يعني عندك أنت. لا أيضاً. لا بص يا قيس. أنا ما أكذبش عليك، أنت ما تحددش الساعة. يعني تقريباً مثلاً فترة العصر بالنسبة لي، العصر مثلاً. إيه. العصر يعني أي ساعة أخونا عزيزي؟ أي ساعة؟ يعني الساعة 4 مثلاً بتوقيت مصر؟ 4 بتوقيت مصر؟ موافق. تمام. طب الان انا هسالك سؤال واحد، سؤال عادي بعيد عن الشغل. لحظه حتى صح. الناس لحظه حتى الناس يشهدون حتى الناس لحظه حتى الناس يشهدون. اذا غدا مناظره بيني وبينك الساعه 4 مساء بتوقيت مكه والعراق في موضوع تمام. من منا يعبد الاله الحقيقي؟ موافق؟ ماشي. بس بص انا ليا شروط. شروط اتفضل. وانت عارفهم، انت عارفهم. اتفضل. ممنوع التجاوز على الرموز. ممنوع الخوض في النساء. شنو يعني التجاوز على الرموز؟ يعني تريد اقول لك انه احنا مؤمنين مثلا بالرسول يعني؟ لا لا لا، انا عموما انا عارف انك مش هتتجاوز بالنسبه للتجاوز، لكن يعني الشرط الثاني ودام القواعد بس وبفرده مش عليك انت، على الجميع، ممنوع النقاش في النساء. في النساء؟ شنو يعني النقاش في النساء دكتور محمد؟ افهمها زي ما تفهمها. لا عزيزي انت بتحط شروط غريبة. شنو مش غريب. شنو يعني النقاش في النساء؟ شنو انت يعني؟ عارف
وانت دخلت مره على بسي وتكلمت في النساء، وانا قلت لك يا قيس ديت مش من قواعد بسي، وانت عارف. اخونا ممكن توضح لنا شو يعني التكلم في النساء؟ ما انت فاهم. لو انت حاليا تريد تحط شروط تعجيزيه وشوف كل حتى تهرب من الموضوع. لا لا ابدا، شوف حواراتك كلها بتبقى تتحاور في موضوع مثلا في التوحيد، تروح داخل في النساء. غلط. لا مش غلط. غلط. ومين قالك ان انا اصلا ما شفتش كل حواراتك؟ غلط. العموم غدا عموم. غدا الساعة 4 مساء بتوقيت مكة والعراق في الإله ماشي. الحقيقي بين المسيحية والإسلام. كل إنسان بس بشرط. لحظة بس بشرط جاوبنا على سؤال واحد. لحظة لا لا سؤال ماكو واحد. شرط ماكو شرط. لا لا سؤال واحد. ماكو شروط أخونا ماكو شروط. بس سؤال واحد. أخونا خليك قوي وشجاع. سؤال واحد. أخونا خليك قوي وشجاع. سؤال واحد. ماشي أنا شجاع. خليك قوي وشجاع. وأنت اللي شهدت لي بالشجاعة. أخونا خليك قوي وشجاع. المناظرة أنت غلبة. الذي شهدت لي بالشجاعة، أنت الذي شهدت لي بالشجاعة عندما صعدت على بسك وقبلت تحدي أصلاً. عسل يا ولد. ليش أنت مقلق من نوع التجاوز؟ ليش أنت مقلق من نوع التجاوز؟ والله من نوع التجاوز. أنت ليش تطعن بالقرآن؟ القرآن يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ممنوع تقول لشخص يا أصلع. هذا لا لا تعيير. عادي عندنا واحد اسمه عائشة. أنا حسمعك تعيير لخليقة الله عزيزي. لا احترم أبدا القرآن جان. احترم القرآن اسمع. طب اسمع طيب اسمع اسمع بس خليك كده واد ظريف كده. أنا حسمعك شيخنا أبو عائشة وهو بيقولي على السرعان عامل قصيدة مخصوص في السرعان. قصيدة مخصوص يمدح فيها السرعان. جاهز لمناظرة ولا لا؟ ماشي شفخنا خلاص. بس انا هسالك سؤال واحد والله بس خليك بس جدع. ماكو اي سؤال. بابا الفتكة غدا اخونا. بابا الفتكة اسمع غدا بس يا خيس. غدا 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 عزيزي. طب ايه المشكلة يعني؟ اسمعني اسمعني عزيزي اسمعني اسمعني. اولا لا يوجد شيء اسمه ممنوع التجاوز على الرموز. الانسان له حرية الانسان له حرية التعبير اخونا. يعني نحن لا نؤمن بالرسول. اسمع نحن لا نؤمن بالرسول ولا نؤمن بالقرآن ولا نؤمن بقدسية القرآن. أوكي خلنا. وأنت هناك فرق بين إنه الشتم والسب وحرية التعبير، صح؟ لو ماكو حرية التعبير. لا حول ولا قوة إلا بالله. عسل يا ولاد. أقسم بالله أنت عسل. بص يا قيس. أكو حرية تعبير. أنا بقول عسل أهو. أنا بقول عسل. بابا الفتكان. بابا الفتكان. معصوم. جاهز للمناظرة غدا أم لا؟ معصوم عن الخطأ يا أخي. رد على سؤالي. لا إله إلا الله. جاهز للمناظرة ولا لا؟ طب معلش أنت مش بتجاوب لي على السؤال. سؤال بسيط جدا. بابا الفاتيكان معصوم عن الخطأ. أنا ما أجاوب. اسأل غدا. غدا نسأل. لا لا ده بعيد عن أي حوار. بس معلومة كده عزيزي بخلبي. عزيزي أنا حاليا أولا أتفق على المناظرة. أنا بختبر شجاعتك. أنا بختبر شجاعتك. اتفقنا صح. اتفقنا طبعا ماشي. بس انا بختبر شجاعتك. لحظة. بابا الفاتيكان. لحظة. بابا الفاتيكان معصوم. لحظة لحظة. اذا احنا اتفقنا على شنو غدا؟ تفضل. عادي اتفقنا غدا جست بجست. او تعال على بسي. على فكرة تعال على بسي عشان خاطر مش تتجاوز. لان انت الان خوفتني وانت بتقول حرية التعبير. طبعا. ويعني ايه تجاوز؟ فتعال على بسي. تعال وهكبر صوتك. لا لا جست بجست. افرض اتجوزت على النبي بتاع. افرض اتجوزت على النبي ولا علينا. اتجاوز. شو اتجاوز عزيزي؟ شو اتجاوز؟ انت لسه قايل اهو. انت لسه قايل يعني ايه تجاوز؟ انت اللي خوفتني اصلا. يعني التجاوز؟ نحن عزيزي التعبير. نعم. وانا ما عنديش قدسيه لرموزك. انا ما عنديش قدسيه لرموزك. نعم. فانا بالتالي انا ما اضمنش ان انت تخوض حتى في النساء من رموزي. ده انا شايفك الان. اضمن ازاي؟ مرعوب مرعوب. ال رعب من ايه يا ابني؟ انا مش صاعد على بسك قبل كده يا ابني. دكتور. انا مش صاعد على بسك قبل كده. دكتور عزيزي. دكتور عزيزي. وقبلت تحديك وجيت اسالك انت اللي نزلتني؟ طب استنى انت نزلتني ولا لا؟ اخونا رد علي. اخونا انت نزلتني ولا لا؟ اسمعني عزيزي اسمعني اسمعني. لا مش هسمع. شجاع. خليك شجاع. مش هسمعك. واقبل المناظره. مين اللي شجاع؟ اسمع انت نزلتني من على بسك قبل كده ولا لا؟ بس رد علي. اسمعني عزيزي. نزلتني ولا لا؟ انا صار لي اشهر اتحداك في مناظره، ممكن تقبلها وتنهي الموضوع؟ ممكن. طب ولو تجاوزت على رموزي؟
مو القرآن يتجاوز على رموزي. يعني ممكن تتجاوز على رموزي. القرآن يقول أننا كفر كذابين وملعونين. لو نسيت يا دكتور محمد. طيب لا ما نسيتش يعني أصلا من كده. لو نسيت من القرآن يقول أننا كفر كذابين وملعونين. نسيت؟ طيب يعني أفهم من كده نسيت. إن أنت ممكن أفهم من كده إن أنت ممكن تتجاوز على القرآن وعلى النبي. شو يعني تتجاوز على القرآن؟ أنا مش عارف، أنا خايف منك والله. أكيد أنا خايف تتجاوز. أكيد القرآن هو كتاب بشري ليس له أي علاقة بالإله الحقيقي، كتاب يخدع الناس، يكذب على البشرية. أكيد أكيد. طيب وبعدين يعني أنت معنى كده يعني أن أنت هتتجوز علينا مثلا؟ وأنا مش فاهم يعني أتعامل معك إزاي. أنا أنتقد العقيدة. يعني هل أنت مؤمن بالقرآن؟ لا. طيب هل أنت تحترم القرآن؟ لا. طيب أنا أضمنك إزاي؟ أحترمك إزاي؟ أكو فرق، أنا أفرق بينك أنت كإنسان ماشي. لا وبين بالقرآن العقيدة. ماشي حقك، لا تؤمن بالقرآن حقك، لكن لا تحترم القرآن. أكيد مثل أنت لا تحترم الإنجيل. مين قال لك أنا لا أحترم الإنجيل؟ أنت إله القرآن. أنا أؤمن بالإنجيل. لا لا تؤمن. أنا قبل ذلك قلت لك أؤمن بالإنجيل وأحترم الإنجيل. إله القرآن، إله القرآن يقول أننا كفر كذابين وملعونين، وأن كاتب الإله كاتب الكتاب المقدس كذاب. هذا ما يقوله القرآن. هاي قوية. عزيزي عراقي عظيم، اصعد يا عراقي. هاي جدا قوية، هاي جدا قوية مو؟ لا لا بتقول يا حبيبي بتقول إيه؟ إله القرآن يقول أن إلهنا كذاب. هاي قوية، هاي جدا قوية. بين دي تفضل. لقد كفر من هو إلهك؟ اسمعني. من هو إلهك؟ ماذا يقول قرآنك عن الذي يقول أن المسيح هو الله؟ وهل المسيح هو الله؟ ماذا يقول قرآنك عن الذي يؤمن أن المسيح هو الله؟ تفضل. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذا كافر كذاب وملعون. وما من إله إلا إله واحد. إذا السؤال. اسمع. هل أخونا. إذا. هل الله ثالث ثلاثة؟ القرآن يقول. إذا القرآن يقول. لحظة. القرآن إذن يقول أننا كفر كذابين وملعونين، لماذا لا يحترم القرآن الآخرين؟ طيب خلصت؟ اديني فرصة أتكلم. تفضل. هل أنت تقول أن الله ثالث ثلاثة؟ تضحك علي أنت يا عسل. هل أنت تؤمن؟ أنا هل أنت تؤمن بأن الله ثالث ثلاثة؟ أنا أقول لك، أنا أقول لك أضحك على ماذا؟ لأنك لا أنت هتهرب. هل أنت تؤمن بأن الله ثالث ثلاثة أو هل أنت تقول أن الله ثالث ثلاثة؟ أنا أقول لك لماذا أضحك، لأنك تكيل بمكيالين وتقيس بمقياسين. أنا ممنوع أنتقد القرآن، لكن أنت مسموح أن تؤمن بكتاب يقول أننا كفر كذابين وملعونين. أخونا بص يا قيس. جاهز للنظرة ولا لا؟ بص يا قيس. مناظرة جاهز ولا لا؟ بص يا قيس، أنا أؤمن بالإنجيل وأحترم الإنجيل. كذب. أنت لا تؤمن بالقرآن كذب. ولا تحترم القرآن. كذب. تمام انتهينا. هذا كلام كذب. القرآن يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. أنت وما لا من تؤمن إله بالإنجيل. هل أنت تقول أن الله ثالث ثلاثة؟ أنت تكذب على الناس. أنت لا تؤمن بالإنجيل. بتهرب ليه؟ أنت لا تؤمن بالإنجيل. خلاص أنا حر، لكن أنا رجل مؤدب. أنت حر. قل الحقيقة. الكلمة الطيبة صدق. أنت لا تؤمن. افترض إن أنا برضيك. لا تؤمن بالكتاب المقدس. لا تكذب على البشرية. القرآن يعلمني أن أحترم الآخرين. لا تكذب على البشرية أخونا أبداً. الرسول يقول لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فافطروهم إلى أضيقه. والرسول يقول لعنة الله على اليهود والنصارى. طب رد علي، هل أنت تقول أن الله ثالث ثلاثة؟ جاهز للمناظرة ولا لا؟ هل أنت تقول أن الله مش عارف معتقدك؟ جاهز للمناظرة ولا لا؟ أنت لفتحت الكلام. لا مش حناظرك لما تجاب على هذا السؤال. هل أنت تقول سنفهم معتقدك؟ شوفوا أخوان، شوفوا أمامكم سبحان الله. أمامكم نعرف هذا الموضوع، نعرف هذا. هل أنت حتى تقول الدكتور محمد أنت سؤال مش عارف تجاوب عليه وأنت أكيد خايف.
عزيزي خايف من ايه يا ابني؟ عزيزي من إيه؟ انت عزيزي اسمعني، انا لما اخاف، لما اخاف واحد لا يحترم كتابي وتجاوز عليا، دي موضوع. لكن الان انا بسالك سؤال واحد علمي، انت ما بتجاوبش. هل كتابك احترمنا؟ كتابي لا يمكن ان يحترمك اذا كان الله وثالث ثلاثة عندك. هل انت، هل الله ثالث ثلاثة؟ بما أن كتابك لا يحترمنا لا تتكلم عن الاحترام. اوكي اخونا افهم. هل انت عزيزي تقول جاهز المناظرة وهتهرب؟ ولا عايز ارد، ولا عايز ارد. انا ما مجبور ارد عليك باي شيء. انا حاليا اتحداك في مناظرة تقول نعم ام لا، انت الموضوع. طب هقول بشرط. تضحك عليه؟ انا قبل كده يا ابني مش طالع على بس، وانت وقبلت تحديك وبعدين كنت اسالك سؤال انت نزلتني. تقبل المناظره؟ تقبل المناظره؟ لا. طب رد بس عليا بس، فهم الناس اللي عندك، انت نزلتني ولا لا؟ تقبل المناظره ولا لا؟ الناس عندي، تعال في اي وقت. الناس عندي ده يقولون انه انت خايف. انا خايف منك؟ صحيح. انا في مسلم بخاف من مسيحي؟ في مسلم صحيح. بخاف من مسيحي؟ صحيح صح. متى متى؟ إذا عزيزي اسمعني، عزيزي اسمعني اسمعني. وأنت ممكن تقبل المناظرة؟ إيه كان أنت مش مبين لي معتقدك ده. أنا ما أعرفش أنت أصلا مسلم مسيحي صهيوني. أنت الآن مش عارف ترد علي. هل الله ثالث ثلاثة؟ أنت لا تعرف إن كنت أنا مسيحي أم مسلم؟ لا والله ما أعرف. أنا قرآني يقول، وأنت اتهمت القرآن، قلت أن القرآن عندك لا يحترم الذين يقولون ان الله ثالث ثلاثه ويكفرهم. كارثة. فسالت هل انت تقول ان الله ثالث ثلاثه؟ انت خايف، انت كارثه والله العظيم. انت بتهزر. الشيخ يقول، مين الكارثه؟ الشيخ يقول انا ما اعرف انت مسيحي لو مسلم. طبعا لان انت خايف. انت مستعر اصلا بالتسليس. انت مستعر بالتسليس فعلا. اخونا انت مستعر. اخونا انت بتقول انا تقبل المناظره ولا لا؟ روح يا قيس، روح يا قيس، ربنا يشفيك. روح يا قيس. يا با شلون هروب رهيب. شفتم اعزائي، هذا ما قلناه لكم، هذا ما قلناه لكم، انهم يهربون واحدهم وراء الاخر. هروب 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 اهرب اهرب يا معود. هروب ورا هروب، هروب ورا هروب. الا يوجد شيخ واحد؟ الا يوجد شيخ واحد فقط يقبل المناظرة؟ يقول لي يعني ما اعرف انت مسيحي لو مسلم. اسم الحساب كنيسة يسوع المسيح الحي يقول لك انا ما اعرف انت مسيحي لو مسلم. شيخ واحد؟ اخواني المسلمين، الشيوخ يضحكون عليكم ويخدعونكم. هم لا يستطيعون الدفاع عن العقيدة الإسلامية. الشيوخ يضحكون عليكم ويخدعونكم، لا يستطيعون الدفاع عن العقيدة الإسلامية. رأيتم بعينكم، شفتم أعزائي؟ الله، يسوع المسيح هو الله المبارك. يسوع المسيح هو الله المبارك، ملك الملوك ورب الأرباب. تعال منه هذا طالب قصد. رجاء اي انسان مسيحي لا يطلب جست. تفضل. سلام نعمة اخي. اخونا انت مسيحي؟ مسيحي حبيبي، بس سؤال واطلع ما اخذ وقتك حبيبي. اخونا حاليا ما عندنا وقت للسؤال. اوكي اوكي حبيبي السؤال. حبيبي انا وسهلا بك. الله يسلمك. بك العزيز. جانا واحد اسمه الحوت، تعال يا حوت تفضل. بلكي احد سيقبل مناظرة الان. مناظرة الان، الان مناظرة. تفضل تفضل. سلام. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، وسهلا بك. شلون اخوي؟ اهلا وسهلا بك، تحياتي. انا كنت ملاحظه البث ما جاوبك. انا من هذا الدين تبريت كله، من دينهم هذا تبريت. انت كنت مسلم اخونا؟ مسلم سني نعم. وتبريت؟ بريت بس بعدني ما اخذ ديانة اي ديانة، يعني ملحد. انت ملحد، ليش تبريت اخونا؟ بالله وضح لنا ليش. لان اكاذيبهم ما عاد ما يدليل. اكاذيبهم اكاذيبهم ما عاد دليل. ما عاد دليل. شفت الدكتور، دكتور
اسمي كنيسة يسوع المسيح، يقول لي يعني ما أعرف أنت مسلم أو مسيحي. هذا دكتور من سوق السبت، من سوق السبت هذا. دكتور ما يعرف إنه أنا مسيحي أو مسلم. هذا دكتور، هذا مصعد جماعة الإرهاب مالته وحسن نصر الله وجماعة كلهم مصعدهم بالبذوذ. أيه. عزيزي إحنا حاليا هذا مو موضوعنا. نعم. أتمنى من عندك تراسلني على الخاص، لأنه ماكو شيء اسمه الحاد عزيزي، أنت أكون حق واحد اسمه يسوع المسيح. راسلني على الخاص وإحنا عزيزين نتكلم لك، أوكي؟ تحياتي. أنا وسلم بك أخونا حطه، وسلم بك وسلم بك. كل واحد عنده ضمير، كل واحد عنده ضمير يعرف إنه الشيخ هرب. أي واحد عنده ضمير يعرف إنه الدكتور محمد هارب. يقلي عدم التجاوز على الرموز. شو هو؟ القرآن يقول أن إلهنا كذاب. القرآن يقول أننا كفر كذابين وملعونين. وين عزيزي؟ وين؟ 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 وين يا شيوخ؟ يا شيوخ الإسلام إلى متى؟ وراكم يا شيوخ الإسلام. وراكم. إلى متى؟ وراكم. تفضل. افتح المايك وسد المايك. طلع ما أعرف شو الموضوع. أخواني المسلمين، نترجاكم، نحبكم، نريد خلاصكم. الشيوخ يضحكون عليكم، يتظاهرون بأن العقيدة الإسلامية قوية وهي عقيدة باطلة. عقيدة باطلة. شفتم؟ هرب الدكتور مناظرة. مو عيب دكتور وشعرك مشيب؟ مو عيب. صدق عيب. يلا ناس تعبانة، شو تسوي؟ تفضلوا أعزائي، سؤال لي وسؤال لكم. أي إنسان غير مسيحي يتفضل يطلب جست. سؤال لي وسؤال لكم، هل هناك أحد يستطيع الدفاع عن العقيدة الإسلامية؟ يتفضل يطلب جست. هاي إحنا 85 واحد، 85 واحد. هل يوجد إنسان يستطيع الدفاع عن العقيدة الإسلامية؟ أخوان التصويت رجاء في أسفل الشاشة، جدا مهم، على الوجه الأحمر. مشكورين. هل يوجد إنسان يستطيع الدفاع عن العقيدة الإسلامية؟ يتفضل. وينكم شباب؟ تكبيس وشير رجاء، التكبيس بطيء. مشكورين. من يستطيع الدفاع عن العقيدة الإسلامية؟ يتفضل. تحياتي. سؤال لي وسؤال لكم. أحط طلب جست أخيرا. بلكت هذا. تفضل أخونا. سلام عليكم. من وين حط؟ صوتك قطع أخونا. أنت أخي الفاضل، أنت من وين؟ أنت من وين؟ من العراق. يا العراق يا أخي الفاضل. الإسلام شرع العمل وقل أعماله فسيرى رسوله والمؤمنون. أنت يا حبيبي المفروض تبحث عن عمل أو يكون لك نشاط اجتماعي مفيد للمجتمع. أخونا أنت إيش تعرف عن عملي؟ أخي إيش تعرف عن عملي؟ أنت إيش تعرف عن عملي عزيزي؟ أنت تعرف شيء عني؟ أنت بتسب الإنتاج عاطل. أنت عزيزي تعرف إنه أنا شنو عملي بالضبط؟ بس طبعاً حالياً عملي مو موضوعنا. ممكن تدافع عن العقيدة الإسلامية. ممكن تدافع عن العقيدة الإسلامية. يا حبيبي إن الله سبحانه وتعالى ممكن تدافع عن العقيدة الإسلامية وأقول من رزقي. ممكن تدافع عن العقيدة الإسلامية. أنا أدافع عن العقيدة الإسلامية. أنا العبد الفقير. العبد الفقير. العبد الفقير لا عطارد قص ليش؟ طيب عزيزي، هذا الأخ يقول إنه العمل. إيه عزيزي، إحنا نعمل. ناس فيتر 600,000 حياتية. موظف في الحكومة الهولندية عزيزي. أوكي يا أخونا، حيك. موظف في الحكومة الهولندية وبصورة خاصة في وزارة المالية. أوكي يا أخونا، حيك. أنا وسهلا بك، تحياتي. ناس يعني ناس مو طبيعية. يقول لك روح لقي لك عمل. شو تعرف عني أنت شو تعرف عني؟ طيب بما أننا وضحنا لك أنا وين شغلي بالضبط. تفضل عزيزي. نعرفك أنا. تقدر تدافع عن دينك؟ طب حبيبي أنت العراق عندك أنت الإيراني. تقدر تدافع عن دينك؟ نعم. إن كان متهم. تفضل اسمع. إن كان دينك متهم.
اسمع، اكيد اكيد دينك متهم، اكيد اكيد. هل متهم. هل انا مسلم؟ انا نكحتك، نكحت عرضك؟ هل انا سبيتك؟ اسمع 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 اسمع، هل انا سبيت عرضك؟ اسمع اسمع، تقدر تدافع عن دينك بأنه التهمة متهمة الدين عشان تقدر اكيد اكيد دافع. نعم حاضر. الرسول يكذب على الناس عندما قال الرسول يكذب على الناس عندما قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. الرسول كذب على البشرية. طب بص يا أستاذ، أنت عندما قال لسهلة بنت سهيل أن ترضع رجلا ذو لحية، لا لا لم يحدث. ممكن جدتك وقتها كانت شرموطة يا ابن. لم يحدث. بوم بوم، لم يحدث. صحيح مسلم 1453. صحيح مسلم 1453 عزيزي. لو بس تعرف تسب أخونا. ليه لا تسب عزيزي؟ لا تسب لا تسب، خليك مهذب، خليك محترم. بس الضعيف يسب عزيزي، بس الضعيف يسب، خليك رجال محترم هيبة وتكلم عزيزي باحترام. يا هلا ما. يا هلا بالمفكر العظيم، هلا عزيزي. يا هلا يا هلا يا عزيزي. شنو هالمستوى هذا يا جماعة؟ كذب ودين. واحد يتحدى بيقلكم اكو واحد يقدر يدافع؟ اطلعوا، خبصتونا 1400 سنة، طلعتم انا العبد الفقير، صرتم فقراء، صرتم فقراء. والكتب هذه اللي تنطبع مليارات الدولارات، شنو اخبارها؟ تعرف قيس، مليارات الدولارات تنصرف على الكتب وعلى الطباعه، وهذا شوف المستوى. شفت المستوى؟ هو انت اصلا طالع السب ليش؟ خليك رجال، اطلع قول يا بنت تتحدانا، انا اقبل التحدي. بس صدقني صدقني، هاي اللايفات انا متاكد اكو مسلمين اخواننا نحبهم، هم اليوم بالليل يفكرون يقول لك هذا شلون يتحدى شيوخنا وما يجون. صدق يا رب، حتى لو واحد فقط، حتى لو بس انسان واحد فقط يفكر يقول هذا شلون يتحداهم وانهم ما يجاوبون. شفت الدكتور محمد؟ شفت الدكتور؟ لا ما راح يحاولك، ما راح، مستحيل يقبل مناظره، مستحيل. هو يطلع اصلا عايز له حجه انه ينزل، اوكي؟ فاسالك سؤال حتى ينزل، بس هذه القصه لا اكثر ولا اقل. لا بس 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 شوف شوف المنطق، انا اقبل المناظره بشرط اني اسالك سؤال. هاي شنو هاي؟ شنو المنطق هذا؟ هذا منطق عجيب، هذا منطق يخرب من الضحك. شنو هذا المنطق؟ انا ما افتهم. سؤال شو سؤال؟ منو هذا؟ والابني انت هركلي ابني، انا موسى الواموميكا. يا غبي يا غبي، لاحقني من لايف اخبار سمارة، ايش اعرف انا سمارة منو؟ خالتك عمتك منو هذه؟ بابا انا موسى الواموميكا. هم عبالك انه موسى الواموميكا؟ اوكي اوكي اوكي. ايه ويطلع ويفوت وليش نصبت على 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 سماره وليش اخذت فلوسه وليش ما اعرف ايش معود صدق كذا. طيب. شبيك وبس بس بس اريد اعلق. اولا سلوان موميكا مو مسيحي، سلوان موميكا ملحد، واحد. اثنين، العمل اللي سمانه عمل استفزازي احنا ما نقبل به ابدا، عمل استفزازي ما نقبل به ابدا، عمل ناس جهلاء مستفزين بعيدين عن الحقيقة. وهذا الأخ اللي اسمه سلوان نجم، هذا أيضا واحد ابن الشيطان كذاب ما له أي علاقة بالمسيحية. هذا واحد سباب شات التام ما له أي علاقة بالمسيحية ولا يعتبر من المسيحيين أبدا. هذا واحد لسانه زفر ابن الشيطان. أوكي، بس حتى تفهمون إخوان، حتى تفهمون إنه شنو نظرنا إحنا اتجاه سلوان موميكا وسلوان نجم. أوكي إخوان، اتمنى تفهمون. الاخ اسمه سلوان ما له علاقه بالموضوع. اوكي طيب. الناس تعبانه، ناس جدا تعبانه. ما اعرف محروق، اكو واحد محروق جدا. ايه اسمه بشاره. ايه اوكي يا بشاره، شبيك؟ مو طلعك اخ قيس كم مره وكبسك ونزلت؟ مو كافي؟ انا بمكانك امسح التيك توك صدقني.
اروح امسك امسح التيك توك وقد راح معود كلمتين ما تعرف تحكي روح بابا تعلم روح بروح روح معود شنو هالضعف هذا طيب طيب كمل اخو كمل 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 عزيز كمل كمل صراحه خلصت بس الناس فعلا تعرف صراحه صح للاسف للاسف طيب اقيس هو شنو هدف هذا البث هدف هذا البث هو توعيتكم توعيتنا حول ماذا حول ان العقيده الاسلاميه اولا باطله ثانيا الشيوخ يضحكون عليكم ويخدعونكم ويصورون العقيده الاسلاميه امامكم كانها عقيده قويه ومتينه وصامده والحقيقه هي بالضبط العكس الحقيقه هي بالضبط العكس انه العقيده الاسلاميه لا يوجد احد يستطيع الدفاع عنها اوكي اوكي رجاء اي انسان مسيحي لا تطلب قست اي انسان مسيحي لا تطلب قست رجاء تفضل مساء الخير سؤالين سألني الأستاذ وأنا بسألك سؤال واحد تفضل لحظة عزيزي لحظة سؤالين سألني الآن بإيماني الإسلامي وأنا بسألك سؤال واحد ممكن تهدى من دون ما نلف وندور على بعض تفضل حاضر حاضر إحنا ما نلف وندور ونتحداك الآن إنك تنزلني أتحداك إذا تنزلني أنت فاتح أنت فاتح لايفات أنا الآن معك ضيف على الجيست سألني سؤالين وأنا بسألك سؤال واحد أنت فاتح لايفات شايفين هذا العبيد للبشريه شفتوا انت فاتح لايفات للبشريه شايفين شفتوا انت فاتح لايفات للبشريه توضح انك انسان توضح انك انسان مسيحي منو اللي لف احنا لو انت تفضل مناظره الان بيني وبينك حتى نشوف منو الخايف من منو انت تقول انا خايف منك على عيني وعلى راسي تفضل اطلب قست مناظرة الآن بيني وبينك جاهز شفت شلون سحقنا كبريائك تحت الأقدام خليك رجال اطلب قست اطلب قست اطلب قست مناظرة بيني وبينك الآن اوكي عزيزي حيك الله وسلم بيك بوم يلا امشي يلا امشي يلا ها اجا طيب اذا هو جاهز المناظرة جميل جميل تفضل قصيص انت ما بتجي على المناظره انت كذا قام الناس هلا جاوبني هلا هو انت مو تقول انا خايف منك لا لا ما انت مو تقول انا خايف منك بس قدام العالم تكذب تقول انت مو تقول انا خايف منك قبلت مناظرتك وانت هربت 100 مره شيله شي كذاب انت مو طالع عمود المناظره اطلع قول انا جاهز للمناظره اطلع قول انا جاهز للمناظره الان مناظرة بيني وبينك سويت نفسك مضحك أمام جميع الناس سويت نفسك مضحك أمام جميع الناس أنت تقول أنا هارب من عندك طفل هذا طفل قيس صح صح طفل صدقني كل شيء ما يعرف كل شيء كل شيء ما يعرف زين هذه نتيجة الاتباع هذا الدين أوكي أناظرك وحاورك واسألني سؤالين يا معود ربع سؤال انت تضيع اكو طيب سؤالي حبيبي الغالي ابو الرقمي اوكي العراقي الرقمي سؤالي اكو نبي يسحر ولك اكو نبي يسحر صايره هاي بالتاريخ بالكواكب بزحل اكو نبي يسحر يجي واحد واحد يهودي يسحر نبي مرسل من عند الله كافي كافي تضحك على نفسكم صح مع العلم اخت ماري سام يسوع مع العلم ان القران يقول والله يعصمك من الناس القران يقول والله يعصمك من الناس طيب هذا الشيء تم ما تم ما تم هذا الشيء ما تم الله يعصمك من الناس ما تم طلع انه كذب هذا الموضوع الرسول كان مسحورا وأراد الانتحار ومات مسموما مات مسموما مات مسموما هاي شلون هذا مات مسموما ماكو مشكلة خذ راحتك خذ راحتك مات مسموما من الذي يقول أن الرسول مات مسموما حديث الحديث يا حديث فضل يا حديث يقول أن الرسول مات مسموما فضل عزيزي كان رسول الله يقول في مرضه الذي توفي فيه ايش قال
يا عائشة إني أجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبر فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم. هذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم. الراوي عائشة، الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، والحديث صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه البخاري، وقد أخرجه البخاري، وقد أخرجه البخاري. ها ها عزائي، ها أخوان، ها رسول مات مسموما، عجيب. وين لعد والله يعصمك من الناس؟ طيب هاي الآية القرآنية ماذا تقول؟ تقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قطعنا منه الوتين، ها يعني بالنهاية إله القرآن حكم على الرسول، أدانه بأنه تقول، تقول، تقول. الرسول مات مسموما، مات مسموما. إخواني المسلمين، نحبكم، نريد خلاصكم، تعالوا إلى يسوع المسيح الذي قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا سوف أريحكم، احملوا نيري وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب وسوف تجدون الراحة لنفوسكم لأن نيري هين وحملي خفيف. وقال سلام أترك لكم سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تدعوا قلوبكم تضطرب ولا تدعوها تخاف. أثبتنا أن القرآن محرف من كتبكم، أثبتنا أن الرسول يطعن بالقرآن، أثبتنا أن القرآن يطعن بالرسول، أثبتنا أن الرسول يطعن بالرسول، وأثبتنا أن القرآن يطعن بالقرآن. أوكي؟ فأنت اللي اسمك أحمد، ليش ما تكون رجال وتحاورني؟ تعال 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 يا أحمد، تعال، بعثنا لك دعوة، تعال عزيز، تعال تعال. ممكن تكون شجاع وتقبل الجست؟ آه تعال، عندك القدرة، عندك القدرة تدافع عن دينك، أن النبي القدرة، أنت تقول أن أسمعني، عندك القدرة تدافع عن دينك؟ أنت ترى حاليا مكتوم، يعني تتكلم مع نفسك حاليا، عندك قدرة تدافع عن دينك؟ تفضل. لما تطلعني بدي أتكلم، بتكلم أنا، مش تطلعني بتحكي أنت يا كلب يا حيوان يا كافر. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. شوية احترام رسولك عزيزي، شوية احترام رسولك أخونا، احترم شوية، احترم رسول الله. زين حال أبوك على أبو الجابة. ليش ليش ليش؟ زين حال أمك على اللي حملتك. ليش يا أمك جبان؟ ليش يا جبان؟ ليش ليش ليش؟ شفت مع أعزائي، هؤلاء يحملون الحق، هؤلاء يحملون الحق. أرأيتم إخواني؟ أرأيتم؟ هؤلاء يحملون الحق. صح صح أخت لوريس، صح صح كلامك صحيح أختها. تفضلوا اتفرجوا إخواني المسلمين على ما يحدث. والقرآن يقول لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بلا بدون علم. أنا سبيت أحد؟ ما سبيت أحد. تحديت الأخ في مناظرة، تحديت الأخ في مناظرة، بدأ يشتم. طيب تشتمني أنا، أوكي، طيب أهلي شنو علاقة بالموضوع؟ هاي قوية، هاي جدا قوية، هاي تدمر الإنسان دمار كامل. شتمتني إلي، أوكي، أهلي إيش دخلن بالموضوع؟ يابا شوف اليوم كم واحد راح يترك الإسلام، هاليوم كم واحد راح يترك الإسلام بسبب هذا الشتم. شكرا جزيلا أخونا، شكرا عزيزي، أنا أشكرك جدا على أنه مساهمتك في التبشير. شكرا أخونا، شكرا عزيزي، حيك أنا وسهلا بك. يا باخ، ما أجمل هذه المواقف التي تكشف حقيقة الإنسان، ما أجمل هذه المواقف التي تفضح حقيقة الإنسان.
حييك عزيزي، أنا وسهلا بك، تحياتي. شلون انضرب، شلون انضرب قنبلة جدا قوية هذا. تفضل أخونا، تفضل. مساء الخير. أهلا وسهلا بك، تحياتي. معك يوسف من فلسطين بيت لحم. تحياتي لك، أهلا وسهلا بك يوسف. شي أمسني أخونا، أهلا وسهلا بك. ربنا يباركك على خدمتك. أنا مسيحي خادم للإنجيل. أخونا إحنا طلبنا المسيحيين ما يشاركون، بس ماكو مشكلة، تفضل. لا بس مشاركتي إنه للأسف أخونا كتير بشوف على تيك توك إنه بيطلعوا كتير من المسلمين وبصيروا ينشهروا على حساب المسيحية، بصيروا يسبوا وبصيروا مثلا يعملوا شغلات. للأسف إنه لما بدنا نيجي نرد أو نناقش أو نعمل شيء، هذا الاشي ما بيصير لأنه ممنوع، وانت بتعرف في بلادنا كيف ممنوع. وهم بيحكوا عادي، بس طب شو الحل؟ في كتير مني، شو الحل؟ يعني بسمع الشتيمة وبشوف في ناس يعني بيحكوا وأنا بتمني ساكت. يا عزيزي، احنا بالنسبة لنا راح نظل نبشر بيسوع المسيح الحي، بقوة يسوع المبارك، ملك الملوك ورب الأرباب والحق، وراح نظل نقاوم الشر مهما كان الثمن. لو حتى انه لازم نموت ما عندنا اي مشكلة، ارواحنا بايد يسوع المسيح ملك الملوك ورب الأرباب. امين امين اخونا. انا بس حبيت انه ربنا يباركك ويستخدمك وتشوف خلاص نفوس بالالوف والملايين. شكرا شكرا اخونا، اشكرك اخي يوسف، احييك. انا وسلم بك اخونا، تحياتي لك. انا وسلم بك اخونا، مع السلامه. وسلم بك العزيز، وسلم بك. ماكو احد يدخل يعني يجاوب على سؤال واحد. يا هلا يا هلا بخت لاوري، هلا تحياتي، وسلم بك اختي. هلا تفضل. الو الو، مرحبا، كيفك؟ الو الو، انا وسهلا بك اخونا، كيفك، شو الاخبار؟ انا وسهلا بك، تحياتي. اسمك من وين؟ اسمي عمر. عمر سني؟ سني طبعا. عمر شو بيكون شيعي؟ بس انا قبل كل شيء، قبل كل شيء، انت مين المقلق انك مثلا تفتح لتناظر مسلمين ولا تناظر غير مسلمين ولا تحكي باسم المسيحيين ولا اي شيء؟ اليوم انت قلت لك تناظر، بتروح على منبر مع واحد شيخ متعلم مثقف بالدين، ففهمان شو عقيدة الاسلام، فهمان شو الدين الاسلامي، بتقعد بتناقشه. اما جاي عم تطالع عالم ما بتفهم شيء بالدين ولا بتعرف شيء بالدين، بدك تناقشه بالدين. خلصت خلصت. ابحث على اليوتيوب، عندي مناظرات كثيرة مع شيوخ أهل السنة والجماعة وشيوخ الشيعة. مثل مين؟ الشيخ السعودي فهد القحطاني، الإمام أبو ناصر المغربي، الشيخ الآخر السوري، إيش كان اسمه؟ عندي أيضا مناظرة مع الشيخ السوري. كل المناظرات موجودة على اليوتيوب من الشيعة والسنة. من الشيعة والسنة، صح. شيوخ، أنا لا أتكلم عن عامة ناس، شيوخ عزيزي. أوكي أخونا، وطلعوا هني ما بفهموا شيء. أنت روح شوف المناظرة واحكم نفسك. تمام، أنا راح شوف المناظرة. شو اسمه على اليوتيوب؟ قيس جبرائيل. والقناة موجودة بالحساب الثاني، بالبايو مال الحساب الرئيسي. تمام. الرئيسي موجود. أنا بدي أقول لك شغلة تانية. يعني. بس ثانية أخونا، ما كملت. أنا ما كملت بعدني. منو وكلني؟ أنا ما أحتاج وكالة من أي أحد. لا، أنت بدك تطلع هيك، بدك وكالي، لأنه أنت هيك. أنا كمسلم، كواحد مسلم، اليوم وقت اللي بدي أتعامل أنا مع الشعب بتعامل بإنسانية، بشيل أنا الدين على جنب. ما من إنسانية. الدين أنا عندي رفقة. الرسول يقول لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. والرسول يقول لعنة الله على اليهود والنصارى. الرسول يقول لعنة الله على اليهود والنصارى؟ صح. تحب تشوف الحديث؟ لا أنا ما بدي أشوفه، بس لا، كان في مقياس أنت بدك تحط مقياس الدين. أنا بنظر أخونا تحب تشوف الحديث؟ خليني أحكي أنا بعد إذنك. أخونا تحب تشوف الحديث؟ طول بالك، لا بدي أشوف الحديث ولا بدي أشوف غيره. ها ليش أنت ممكن تتكلم عن الإنسانية؟ أشو طارت الإنسانية أخونا؟ لا ما طارت. ليش طارت؟ أخونا ممكن تقول أنا حاليا فتت بالحيط،
تكلمت معك على الإنسانية. لا لا حبيبي تكلمت معك. أنا ما فت بالحيط واقف، أنا ما فت بالحيط. يتكلم عن الإنسانية، الإنسانية وما أجمل الإنسانية. إلى أن سمع لعنة الله على اليهود والنصارى اختفت الإنسانية حاليا، اختفت الإنسانية، راحت الإنسانية. وين الإنسانية أخونا عمر؟ أشو طارت الإنسانية؟ أين هي الإنسانية؟ وين الإنسانية عزيزي؟ ما بقى إنسانية؟ الظاهر أنت كان عندك كيلوين إنسانية، والكيلوين عزيزي طلع عنه الكيس، الكيس طلع مشقوق عزيزي أنت، فالإنسانية نزلت من الكيس. الظاهر كان عندك كيس بينه كيلوين إنسانية عزيزي، الكيس مشقوق فنزلوا، نزلت الإنسانية عزيزي أنت. أوكي أخواني اضحكوا اضحكوا، عنده كيلوين إنسانية. تفضل. حلو هاي كلوان إنسانية عجبتني. تفضل أخونا. كيف حالك؟ تحياتي وسهلا بك. شو أخبارك؟ أنا وسهلا بك. إبراهيم من وين؟ من الأردن أخوي. تستطيع الدفاع عن العقيدة الإسلامية أخونا؟ أنت ما دفعت عن عقيدتك قدام زين خير الله. أنا دافعت عن عقيدتي بكل قوة، وهو اللي هرب أخونا، والمناظرة موجودة على اليوتيوب. طبعا حضرها هاي قدامي على اليوتيوب، حضرها مرتين. شنو عزيزي المناظرة قصدك؟ حضرت ثنتين. لا لحظة أخونا لحظة، أنا عندي حوار واحد فقط مع زين خير الله. مع الرسول عن لا عزيزي، أنا ثاني مرة دخلت حتى أرتب المناظرة وهو هرب. كيف هو هرب؟ ودعتك هرب. ودعتك عندك هرب. عندك مناظرتين مع واحدة أخونا. أنا عندي أخونا، أنا ما عندي مناظرة مع القرآن الكريم، أنا عندي حوار واحد فقط. هو لم يقبل في الإسلام، أراد في المسيحية، حطمتونه تحطيم كامل. الواحد اثنين، الفيديو الثاني هذا كان طلب مناظرة، حتى إخوانك المسلمين قالوا للشيخ، قالوا يا شيخ عنوان الفيديو غلط، الأخ دخل حتى ينسق معاك المناظرة، عيب تسوي هاي الحركات يا با. فإخوانك المسلمين أدانوا الشيخ عزيزي أنت. في كل الأحوال أخونا، في كل الأحوال ممكن حاليا انت تتصل بالشيخ تقول له ترى اكو رجال يتحداك، اقبل التحدي. السلام. تمام تمام. اول شيء المحاوره الاولى بينك وبينه موجوده ب 25 دقيقه، فكيف يعني نظمت مناظره ب 25 دقيقه؟ هاي نقطه رقم واحد. نقطه رقم اثنين، المناظره الكامله بينك وبينه حول الرسول بولس ساعه كامله. راح اوضحك عزيزي، انا ارجع واقول لك الحوار الاول مع عن الرسول بولس انه هرب من الموضوع الاسلامي، الموضوع الثاني ليش طول 25 دقيقه؟ لانه هو ما يفهم لغه عربيه. يعني انا دخلت دارس. انا دخلت دارس. لحظه اخونا، لحظه اخونا، انا دخلت معاه حتى انسق المناظره وهو هرب. بس انت حاليا، انت حاليا تقدر انه تثبت انه كلامي غلط وتجيب الشيخ يتفضل جست بجست او على اليوتيوب قناة بقناة مناظرة. انتهيت؟ تفضل. يلا ممتاز. تخيل واحد دارس بلغة القرآن الكريم بفهمش لغة عربية، هو غبي، هو الشيخ غبي. الشيخ واحد غبي عزيزي، الشيخ واحد غبي اكيد اكيد. لانه هسه قال لك لما انت شوف يعني لما انت تدخل على بثي تقول لي اخ قيس اريد ارتب معاك مناظره، انا اقطع هاي، اقطع هذا الفيديو واكتب هروب ابراهيم من المناظره، انا غبي واكبر غبي. هو كتب هروب، هو كتب هروب من المناظره اكيد كتب. ماذا كتب؟ كتب انظر رد القسيس عندما سمع القران. لا مش هيك كاتب. لا عش كاتب شاهد رد القسيس بعد أن عرف حقائق القرآن الكريم على هون مباشرة. ها طيب. طلع طلع بسمع اسمع طلع مو بس غبي، غبي وكذاب. يا شوف ما شاء الله تبارك الرحمن. غبي وكذاب ليش؟ لأنه أنا الرحمن. لأنه أنا أحب أعدائكم قاعد بيصب على الشيخ. لا اسمع اسمع اسمع. أنت تعرف شنو معنى كلمة، شنو معنى المسبة؟
المسبة حينما أقول لك شيء أنت لست هو. هل هو كذاب؟ اسمع، هذا ليس مسبة، اسمع. هل هو كذاب؟ اسمع، هل هو كذاب؟ هاي حقيقته. كيف هو كذاب؟ عندما يكتب فيديو بعنوان شاهد رد، هذا عندما عرف حقائق القرآن. عزيزي، نحن حطمنا القرآن تحطيما كاملا وشيوخكم يهربون منا. فالشيخ كذاب، هذه ليست مسبة أو شتيمة. نحن لا نفعل ما فعله الرسول عندما كان يسب، يشتم، يجلد، يلعن الناس ظلما، كما نقرأ في صحيح مسلم. أوكي أخونا؟ فروح عزيزي، روح عزيزي، فكروا يا نفسك، شيخ زين خير الله ليش يكذب على الناس؟ ليش 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 يريد يخدع البشرية؟ على العموم نجي الموضوع حاليا، عندك القدرة تدافع عن دينك؟ انتهيت. عندك القدرة تدافع عن دينك؟ انتهيت. عندك القدرة تدافع عن دينك؟ طب انتهيت عشان ارد ولا ما انتهيتش يعني؟ بس بدك تراك تردد. عندك القدرة تدافع عن دينك ام لا؟ الحمد لله انه عندي، الحمد لله. جميل، اتفضل عزيزي، انت سني صح؟ طب هسه ممكن اتكلم ولا بس بدك تضلك تتناقش؟ انا اريد اسالك سؤال وتجاوبني عليه، ممكن؟ طب ممكن كمان اول شيء الكلام بالموضوع اللي فتحناه، بعدين احنا تكلمنا، احنا حاليا تكلمت، ما تكلمت. احنا اسمعني، احنا حاليا كملنا الموضوع هذا. انت كملت، انا ما كملت. انا قلت لك عزيزي، احنا حاليا احنا اثنيناتنا كملنا الموضوع، انا يعني خلص الموضوع انتهى. الناس نعم، رد على كم نقطة وليش بعد هذا بتحب من طرف اي شيء ثاني. الناس هي تروح تشوف وتحكم. اوكي اوكي، عندك القدرة حاليا تدافع عن دينك ام لا؟ طب خلنا اول شيء اتكلم، بعدها بدك تجاوب على اي شيء ثاني، ما عنديش مشكلة. عندك القدرة تدافع عن دينك ام لا اخوي؟ تخيل واحد قاعد يقول انه الناس بتهربوا منه، بس بدي واحد يتكلم. ما روح افهم عزيزي لغة عربية وارجع لنا. الشيخ زين خير الله، تعال افهم انت عزيزي. حتى الأخ سلوان عنده همان اختبار مع الشيخ زين خير الله. طبعا سلام. نعم أخ فيس، يا هلا يا هلا عزيز صبر. يعني ما أعرف هذا إبراهيم إلى هالدرجة عقل ما عنده؟ نريد نتحاور بعد حول الموضوع. حبيبي شيخك هارب، روح قول لشيخك زين خير الله. سلوان يتحداك بمناظرة، الأخ قيس يتحداك بمناظرة، الأخ لاوند يتحداك بمناظرة. اقبل وصير رجل، صير رجل مرة بحياتك يا زين خير الله. ويضحك، والله مضحك. طبعا عقلك مضحك. روح خليه يجي يتحدى، يقبل مناظرة. روح يعني شوف لو انا كنت بمكانه راح اقول له اوكي يا قيس، كلامك واضح. انت تقول الشيخ هارب، اني هسه راح اروح اجيب الشيخ. لو انا كنت بمكانك اقطع الموضوع مباشره. اخ قيس، انت تقول الشيخ هارب، انتظرني، جايك الشيخ. شبيكم يا ولو، شبيكم؟ صدقني رحت اتحداك بمناظره. قال لي نعم المناظره في لاهوت المسيح. قلت له موافق، بس مسيحيات، ماكو اسلاميات، بس مسيحيات. قلت له موافق. بعد يومين ارد لك جواب. رحت له بعد يومين، قلت له انت جاهز يا شيخ للمناظره بلاهوت المسيح؟ قال لي لا المناظره في صلب المسيح. قلت له موافق. ايمتى المناظره؟ قال لي انطيني مجال بس مشغول شويه وارد لك الجواب. رحت له بعد 3 ايام، يا شيخ وين المناظره؟ راح تقبل المناظره ولا لا؟ سوالي حضر. اوكي، ولحد الان محادثات عندي موجوده، وراسلني من حسابه وحساب أبوه، من الحسابين صورتهم اثنين من الحسابين. أوكي، من الحسابين، حسابه وحساب أبوه الرسمي بالفيسبوك. وهذا يجي يقول لك لا هو ما يهرب، ناس بالمسيحيات هرب، أكيد بالإسلاميات ما يهرب. بس روحوا شوفوا المناظرة بيني وبينه عن الرسول بولس، حطمتونه تحطيم كامل، سعق فضحته جهله بطريقة مو طبيعية. شيء مناظرة، ليش أنا حط المناظرة على قناتي يا عزيزي؟ تحطيم شيخك، تحطم. ولهذا السبب هو جبان هارب، هو جبان هارب. لو رجال يجي يقول لا أنا موافق على المناظرة،
تعال تفضل مناظرة مسيحية إسلامية. شوف احنا مناظرة مسيحية قبلنا بوم بوم ناس فايتة بستمائة ألف حيط. كو واحد اسمه اي ام تفضل تفضل. تفضل تفضل اخونا. ها سلامات سلامات. اشو واحد يقول للثاني احكي احكي عزيز احكي لا تخاف احكي تفضل. طلعت قصد بالغلط. ها طلعت قصد بالغلط. ايه ماكو مشكلة ماكو مشكلة ماكو مشكلة طلع قصد بالغلط. نزلني نزلني. ايه ماكو مشكلة ماكو مشكلة. يسوع المسيح ينتصر دائما. طبعا حاليا الشيطان قاعد يولول. الشيطان يولول 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 الشيطان يولول يقول لك هاي صار بمملكتي هذول جابهم على هذا العالم جابهم بسنة 2024 دمروني دمروا ملكوتي سحقوني تحت الأقدام فضحوني فضيحة رهيبة جدا خبروا العالم انه انا انسان انه انا واحد كذاب انا واحد مخادع انا واحد قاتل للناس فضحوني فضيحة مو طبيعية. يمعود يمعود ليش بهولندا ماكو حكم اعدام؟ اعدموه اعدموه الاخ قيس اعدموه اعدموه. هذا هذا مشكلة سوانا مشكلة جدا قوية. اعدمونه غيروا القانون الهولندي غيروه حطوه حطوه بالسجن حطوه بالسجن. هذا يحرض على الحقد والكراهية يحرض. يا مشرفين التيك توك انتم طبعا عندما ما تسمعوني هذا حساب هولندي. يا مشرفين التيك توك اللي البارح حضرتوني سبعة ايام مثل ما يقولون بالهولندي لكرفوريا. لكرفوريا يعني يعني حطمناكم يعني دمرناكم يعني هذا الحساب هولندي. تعالوا تفضلوا احضروني هسه يلا تفضلوا. قوي هذاك البارحة كان حساب عراقي يلا هذا حساب هولندي شو راح تسوون هسه؟ اي يابا حتى تحس بمعاناتي يا اخ قيس. اي عزيزي حتى تحس بمعاناتي. انا اول مرة ينكتب بحسابي يعني مباشرة بالحساب تحذير. والشيء الرهيب انه هاي اول مرة انحضر اول مرة. يلا. يلا انا مره حضرت اسبوع قدمت طعن حضروني شهر قيس. راجعوا الفيديو حضروني شهر. قلت انا ساعه هسه الحضر اقدم طعن اقدم طعن شنو القصه؟ قويه جدا قويه. انا الشر البليتي ما يضحك. هاي قويه اول مره اول مره اسمعها هاي قوية. قدام الطعن عملوا لي دوي دوي شهر كامل شهر دوي شهر يا يابا. ايه فهناك تلعبون هنا شلون تلعبون؟ يلا يلا ما مهما حاولتم ايش انتم تعتقدون تقدرون تسكتونه؟ طبعا حاليا حسابي على اليوتيوب انفجر صار انفجار مو طبيعي. اشوفك اللستة من الهند من الهند الكندا والعراق والمغرب والجزائر وليبيا الدنيا كلها. يلا شلون راح تسكتونا يعني؟ وحتى بالنهاية لو قتلتمني الفيديوهات موجودة. كارثة كارثة. شيء جدا جدا مؤلم صراحة مؤلم. شيء جدا مؤلم انه الفيديوهات موجودة. تعالوا شيلوا الفيديوهات. أيوة شيلوا الفيديوهات شيلوا. أكيد 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 الرب يحميني. لا تخافون لا تخافون. ماكو أحد إذا ما جاء وقتي يا ما حاولوا يقتلون الرسول بولس ما فات. يا ما حاولوا يقتلون الرسول بولس ماكو. إذا ما يجي وقتك عيش غصبا عن الجميع عيش غصبا عن الجميع. واحتمال الرب
يريدني أوصل 100 سنة يا يابا، يعني بعد 61 سنة أعيش يا يابا، 61 سنة مناظرات يا يابا، كارثة أعيش بعد 61 سنة. 61 سنة وينكم مسلمين بعد 61 سنة؟ وهسه تركوا البخاري ومسلم والتفاسير وتركوا كل شيء. احنا بعدنا بالضبط بالضبط، احنا اصلا بعدنا ما بيدين، تركت من البخاري ومسلم. عزيزي انت اخواني مشكورين مشكورين اخواني، لا حد يخاف اخوان، لا حد يخاف، انا محمي بيد يسوع المسيح الذي يمسكم يمس حدقة عيني، لا تخاف، خليكم في هدوء وفرح والسلام، بعدنا شباب منتصرين، يجدد كالنسر شبابنا، يشبع كل حاجاتنا. بالمناسبة بالمناسبة اليوم شفتوا شيء جدا رهيب اخوان المسيحيين، كل واحد يكتب واحد، ما اعرف اذا انت مشوية هذا تابعتم الموضوع، اكو مغني طبعا، اكو بلاغات على البث، اكو بلاغات، لا حد يبلغ اخوان، لا حد يبلغ، لا حد يبلغ، لا حد يبلغ شباب. طيب اخوان طبعا وصلونا 50,000 رجان، وصلونا 50,000. اوكي هلا هلا اختي ياسمين، هلا تحياتي وسهلا بك اختي. اكو طبعا مغني اسمه الشامي، احد منكم يمكن سمع بينه، هذا مغني سوري يغني بصوره عامه للشباب يعني. هذا البيحة كان عنده حفلة بألمانيا، صراحة المنظر يخرع أخس الوان، المنظر يخرع، قاعة ما أعرف إيش قد بية، 10,000 واحد، 20,000 واحد، كلهم سوريين بألمانيا، صدق منظر منظر رعب مو طبيعي. يعني إحنا متعودين نشوف هاي الحفلات شباب أوروبيين، شباب أوروبيين، هذول طلعوا شباب سوريين، كلهم شباب وشابات، والكل لازم التليفون وفتح التليفون. قعدت أصفن 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 أصفن، المنظر كان مو طبيعي، المنظر كان مو طبيعي، صدقوني مو طبيعي. أقول يا رب هذول هذا ما يعني مصير هذول الشباب، يا باخ يا باخ، مصير الشباب مو طبيعي. ربي قوينا اخوان، ربي قوينا، ربي قوينا. ويمني طبعا اكو شيء انا دائما اتساءله، دائما اتساءله، شنو هذا الموضوع؟ يعني ليش المانيا استقبلت 2,000,000 سوري؟ انا ما اعرف، مرات اشياء افكر بي انا اقول شنو الموضوع، ليش؟ هل اكو سياسه خلط المجتمعات؟ مرات افكر مرات اقول هل أكو يريدون يخلطون المجتمعات؟ يقل لك هذا الموضوع يمكن يقلل الحروب؟ تقريبا شعب كامل، شعب كامل انتقل من سوريا لألمانيا، شعب شعب كامل انتقل من سوريا لألمانيا، شيء مو طبيعي، صدقوني مو طبيعي. على العموم اخوان خلينا نصلي للشعب السوري، نصلي للشعب السوري الرب انه انا كثير يعني هذا الشعب على قلبي بطريقه جدا رهيبه، الشعب السوري كثير على قلبي، خلينا نصلي هذول الشباب والشابات، طبعا ضايعين ضايعين مو طبيعي، ضايعين مو طبيعي، ضايعين طريقه مو طبيعيه. ربي قوينا اخوان، ربي قوينا، صلي الشعب السوري. انا هيك حفلات حتى بسوريا ما تصير، ما هذا اخسران، انت ما شفت المنظر صح؟ لا صدق ما تابع حفلات يعني، لا أنا ولا أنا تابع، لا ولا أنا تابع حفلات، بس أعرف أعرف أنت هم ما تتابع، بس يعني مرات من أقلب مثلا فيديوهات مرات تطلع لي شو اسمه، بس أكثر شيء يطلع لي، تعرف أنا مو متابعكم أنتم، يطلع لي الفيديوهات مالتكم أكثر شيء، فنادرا ما يطلع لي فيديو مثلا منظر يعني مرعب، منظر مرعب يعني، منظر تشوفه بأوروبا بأمريكا إيه، بس هذول شباب عرب أنا ما ما أعرف يعني، أريد بعدني أريد أستوعب الموضوع يعني. طبعا أنت تصور هذول يعني هذا جيل هسه بألمانيا، تصور إيش راح يكون هذا الجيل بعد 40 سنة، يعني شيء
ما أعرف شيء جدا رهيب يعني علم. الرب يقوينا ويحمينا. بس وهاي واحدة سورية طلعت تقول أنا 9 ساعات جيتوا من الدنمارك الألمانية. يا معود من الدنمارك الألمانية عمود تحضرين هذا. يلا استعب إخواني أعزائي ركزوا. كل مسيحي يكتب واحد، كل مسيحي يكتب واحد، كل مسيحي يكتب واحد. الشيطان دائما يريد يسيطر على الناس، الشيطان دائما يريد يسيطر على الناس. من الأسلحة اللي يستخدمها يسيطر بي على الناس هي الموسيقى. أعيد، الشيطان دائما يريد يسيطر على البشرية. سلاح من الأسلحة اللي يستخدمها هو الموسيقى، الموسيقى والغناء. ليش؟ الموسيقى والغناء بالعالم الروحي هاي تقديم ذبائح للشيطان، تقديم ذبائح للشيطان. هاي الموسيقى هي عبارة عن تقديم ذبائح للشيطان. قل لي يا قيس مصدر، أعطيك مصدر، أعطيك مصدر. الكتاب المقدس يقول بالعبرانيين 13، عبرانيين 13 يقول، شوفوا عزيزي شوفوا حتى تفتهمون قوة الموسيقى. الموسيقى طبعا مع الكلمات، هي إعلان مع موسيقى، إعلان مع موسيقى، وخاصة هاي الكلمات اللي بي أنت دمي أنت بقلبي حياتي إلك، هاي كلمات شيطانية قوية جدا، فلما ينطق بها إلى قوة شيطانية جدا قوية، لأنه هاي الكلمات يجب أن تقال لله وحده فقط، إنه أنت حياتي أنت ربي أنا إلك أنا إلك. هاي الكلمات تقال فقط لله، فيأخذوها بالأغاني وينطقون بي على العموم. شوفوا عزيزي عبرانيين 13 يقول ماذا يقول؟ يقول الكلام الآتي، عبرانيين 13، لذلك دعونا، ركزوا أخوان ركزوا، لذلك دعونا نقدم به ذبائح الحمد بطريقة مستمرة. إيه شنو هاي ذبائح الحمد؟ ذبائح الحمد شنو هاي؟ أي ثمر شفاهنا المعطية شكرا لاسمه. يعني التسبيح عبارة عن ذبائح حمد، صح. يعني تقديم الذبائح بالعهد القديم كان يرمز للتسبيح، نعم صح. لذلك كان أكو تقديم ذبائح مستمر. الذبائح الكهنة في القدس كانوا يقدمون الذبائح بطريقة مستمرة، ويشعلون بخور، يشعلون بخور بطريقة مستمرة. البخور هي الصلوات والذبائح هي التسبيح. فالشباب شلون الشيطان يسيطر عليهم؟ طبعا عندك عدة أشياء، عندك القمار، الإدمان، النسوان، الأفلام الإباحية، الويسكي، العرق، الجيجاير، هاي الطرق، وأيضا الموسيقى، أيضا الموسيقى. يعني تجي بنت هي أصلا ما فهم الحياة، بنت تجي بنت هي أصلا ما فهم الحياة، تسمع وتشوف الفيديو مال يوم ألبس لك الأبيض والحياة جميلة والحياة رائعة وصير ملكك وما أعرف شنو، طبعا كلها كلمات شيطانية جدا قوية. هم ترى يعرفون، يعرفون بالضبط شلون يختارون الكلمات وشلون يحطون الموسيقى حتى يصيدون الإنسان بطريقة جدا قوية. فهاي البنت تقول لك إيه يوم ألبستك الأبيض يا باخ جميل جدا، تلبس الأبيض وتتفاجأ بالحقيقة، تلبس الأبيض تتزوج واحد تعتقد إنه هو راح يحبه، هو أصلا فارغ، إناء فارغ، واحد فيد بالحيط إناء فارغ، يقول لك تلبس لك الأبيض، بعدين تجي الحقيقة. هاي البنت ياما كبنات ينتحرون،
يا ما بنات يصير عندهم كآبة يقول لك ها هاي كذبت علينا أليسا، إيه صح كذبت علينا صحيح، بنت الشيطان تكذب علينا، بنت الشيطان تكذب علينا صح صحيح صحيح، خادمة للشيطان باعت نفسها للشيطان وتكذب علينا. فأخوان خل نصحى من وهم، نصحى من الوهم. يسوع المسيح يقوينا ويمينا بالروح القدس والفرح. الترانيم، اسمعوا الترانيم، اسمعوا الترانيم وخلي الرب يقوينا يمينا بالروح القدس والفرح. اسمعوا الترانيم والرب يقويكم ويمليكم بالفرح والقوة. الرب يقويكم ويمليكم بالروح القدس والفرح. أتمنى يكون كلامي واضح رهيب جدا. ويسوع ينتصر دائما، يسوع ينتصر. أنا أهم شيء أخوان أرجع وأقول، أنا أهم شيء أنه أنتم تكونون زينين، أهم شيء عندي أنتم تكونون زينين. إذا اليوم إذا أنتم زينين أنا أكون زين. واليوم الدكتور محمد انفضح فضيحة جدا قوية وهرب، قاعد أفكر أرتب الفيديو وحطه على اليوتيوب وعلى التيك توك، خلي يستمتعوا الناس. أقيس شنو بالنسبة للموسيقى الهادئة؟ حتى الموسيقى الهادئة هي خطر. ليش؟ لأنه الموسيقى عندك نوعين، يا أما موسيقى مفعولة بروح الله، يا أما موسيقى مفعولة بروح العالم. يا أما هي بروح الله أو بروح العالم. ماكو شيء اسمه موسيقى محايدة، ماكو موسيقى محايدة غير موجودة. ربي قويك ويعطيكم نعمة حتى تفهمون كلامي، تفهمون كلامي. ماكو شيء اسمه موسيقى حيادية، ماكو شيء اسمه يا أما روح الله يا أما روح العالم. أكيد فيروز هم، أكيد فيروز أغاني شيطانية، لعد شنو هاي؟ أكيد فيروز أغاني، أكيد أغاني شيطانية، أكيد. لعد شنو غنى فيروز مجد المسيح؟ تقول له أنا وياك شنو؟ على العموم إخواني، إحنا شعب مختار، إحنا شعب مختار. احنا لازم نطلع من هذا العالم، لازم نخرج خروج تام من هذا العالم. لما انا اتكلم معك ما اتكلم عليك حرام حلال، الموضوع مو موضوع حرام حلال، الموضوع انه ليس كل شيء يبني. تمسك بالاشياء اللي تبني، اشياء اللي تشجع تقوي تعزي. ماكو شيء اسمه، مو الموضوع مو قصة حرام حلال، الموضوع اسمه هل ما يفعل يمجد المسيح أم لا. أخ قيس شنو بالنسبة لصلاة المذبحة؟ عزيزي احنا ماكو شيء اسمه صلاة المذبحة. بالضبط أخ سلوان، بالضبط. اللي يلتصق بالرب هو من نفسه. أنا ماكو أحد قال لي لا تسمع أغاني، أعيد، ماكو أحد قال لي لا تسمع أغاني. لما الرب فتح عيوني وافتهمت حقيقة الأغاني وشون تأثر على نفسي، على أفكاري، على مشاعري، ماكو حد قال لي ممنوع ممنوع حرام حرام حرام. الموضوع مو موضوع حرام، الموضوع أنه لما الرب يفتح عيونك وتفهم حقيقة هاي الأشياء أنت أصلا يعني تبتعد عنها، تريد النوت تمجد. أنا قبل كنت كثير أسمع أغاني أجنبية وعربية، يعني الجميع. أنا كنت كثير أسمع أغاني بطريقة مو طبيعية، وكان كثير تعجبني أغاني الكآبة، أغاني اللي تسوي كآبة. تعرفون أنتم إحنا العرب يعني درجة أولى بأغاني الكآبة، تعرفون أنتم هذا الشيء. فكنت دائما أريد أسمع أغاني كآبة. فالرب حررني من هالأشياء، رب حررني. أنا بدي أعمل لك بلوك أخي، سأعمل لي أختي ماكو مشكلة، أكثر راعتك. مذبحة الوردية لا عزيزي، ما إحنا ما عندنا شيء اسمه مذبحة الوردية،
احنا عندنا شيء انه نتبع يسوع المسيح ونصلي بقلب طاهر ليسوع المسيح. اهم شيء يكون القلب هو اللي يحدد انه الصلاة مقبولة ولا بلوك. اخ قيس من يوم صدمتنا اختي، ما انا ما اعرف شو صدمتوكي، انه يعني كنت اسمع اغاني كآبة يعني، ما افهم لو بموضوع فيروز. ايه اختي هذا هاي الحقيقة، بس لانه احنا اصلا مخبوطين بالعالم بطريقة جدا قوية. لانه احنا اصلا مخبوطين بالعالم بطريقة جدا قوية، فاصلا من ميز يعني، لما شوي ربي يقدسنا ويكرسنا ونخرج من العالم. اختي لوليتا، السؤال انه هاي الاغاني مصنوعه باي روح؟ مصنوعه بروح المسيح ام بروح العالم؟ مصنوعه بروح المسيح ام بروح العالم؟ هذا الشيء مهم اختي، هذا الشيء جدا مهم. ايه اذا فيروز لها ترانيم فهي كارثه، لانه خبطت بين الترانيم والعالم. هاي كارثه مو طبيعيه. هاي من جماعه ساعة ربك وساعة قلبك. علم أهم شيء أعزائي إنه إحنا نفهم جمال يسوع المسيح، ونفهم إنه الرب شلون يريدنا نتقدس نتكرس. أكو آية بأفسس 5 جدا جميلة، بالنسبة مشكورين على 50,000. أكو آية برسالة أفسس جدا جميلة، شوفوا أعزائي شو يقول. يقول الآتي صار الخامس، يقول لا هاي غلطية، أفسس خمسة يقول ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا من الروح القدس، مكلمين بعضكم بعضا بالمزامير والترانيم والأغاني الروحية، مرنمين ومرتلين في قلوبكم للرب، معطينا الشكر دائما من أجل كل الأشياء لله والآب باسم ربنا يسوع المسيح. فإحنا نمتلئ من روح الله، نمتلئ. أخوان وقفوا تكبيس، وقفوا ارتاحوا وقفوا تكبيس ارتاحوا. فإحنا نمتلئ من روح الله، من روح القوة، من روح الفرح، وربي يقويكم. مرة ثانية، ماكو أحد قال لي لا تسمع أغاني، وأصلا الرسالة هي مو لا تسمع أغاني، الرسالة أنت تفهم شنو هي الأغاني وشنو تأثيرها على الإنسان. هذا هو الموضوع. ماكو شيء اسمه بالمسيحية حرام حلال، ماكو شيء اسمه يليق ولا يليق. ما الذي يليق بأولاد الله وما الذي لا يليق بأولاد الله؟ هذا كل موضوع. أوكي شباب، لايف جدا جميل. الدكتور محمد ألف مبروك الفضيحة، طالع تقول هرب مني. مو عيب، عيب تضحك على الناس وتقول هارب مني، مو عيب عليكم، صدقوني عيب. رجال كبير بالعمر مشيب وما أعرف شو للأسف. بالمناسبة أكو مزمور، أكو آية جدا جميلة، كل واحد مسيحي يكتب واحد، اسمعوا هاي الآية. يقل لك أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة. غلط. منو يعرف هذا المثل؟ أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة. غلط، كلام بطيخ. طيب مصدر، أنا أعطيك المصدر، مزمور 139 أطول مزمور، مزمور 139 أطول مزمور. إيش يقول هذا يعني؟ عذراً 119 شي يقول هذا المزمور 119؟ شوفوا شي يقول. شي تقول يا مزمور؟ تعال خلي طلعها بمزمور 119 آية جدا قوية. شي يقول؟ شوفوا عساي، أريد أطلعها بترجمة الحياة. تعال
119 والعدد 100. يا باش تقول شو تقول شو تقول شو تقول مزمور 119 تعال والعدد 100. صرت أكثر فطنة من الشيوخ. ها 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 أشو ساعة ربك وساعة القلب أشو أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة. غلط. لأني راعيت وصاياك. أعيد. صرت أكثر فطنة من الشيوخ. إيه؟ ليش؟ لأني راعيت وصاياك. يا ما أشوف بحياتي كشفت بحياة ناس كبار بالعمر قول يا رب أشكرك أنطيتني حكمة أكثر من عندهم مليون مرة. رجال عمره 80-90 سنة شنو يعني؟ المواضيع لا تقاس إخوان بالعمر، لا تقاس بالعمر، المواضيع تقاس بهل تعرف يسوع المسيح أم لا. وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت إله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. صح سلمان؟ صح صح. فيا شباب أنا طبعا الأسبوع القادم عندي يعني مساء عطلة طويلة، فالأيام القادمة تقريبا كل يوم لايف 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 لايف، اليوم لايف، باشر لايف، الثلاثاء لايف، الأربعاء لايف. أقيس شو وقت يعني 6-7 بتوقيت مكة، أتمنى يعني أتمنى 6-7 بتوقيت مكة حتى ترتاحون يعني. صح تيموثاوس كان شاب صغير. صح الله قال له انه ان سبوز قال له اشعل العطية التي هي فيك بوضع يدي عليك. اشعل، قال له اشعل الروح القدس، اشعل الروح القدس في داخلك، اشعل الروح القدس في داخلك. يا باخ قد جميلة يا آية، لان الله لم يعطنا روح الخوف بل روح القوة والمحبة والفكر السليم. تحتاج هدايا تيك توك لذلك راح تفتح كل يوم. صحيح؟ صحيح كلامك صحيح عزيزي. أحتاج هدايا تيك توك لذلك راح أفتح. صح صحيح صحيح كلامك صحيح. طبعا راح نعيد. يا انت اللي اسمك رافي، طيب انت قبل ما تنطق بهذا الكلام الغبي غير تسأل انا اشتغل ما اشتغل؟ غير تسأل عزيزي انا موظف اشتغل بالحكومة يعني ما احتاج فلوس، انا ما احتاج فلوس. اوكي انا عندي فلوس اشكر يسوع، الفلوس كلها اصلا ما تهمني، الفلوس كلها ما تهمني، بس انا عندي فلوس بالحكومة. أختي بالحكومة، بالحكومة الهولندية بوزارة المالية أشتغل. قبل 10 سنين أخذت ماجستير بالقانون أشكر يسوع، وهي الشهادة فتحت لي طرق كثيرة في العمل يعني. فحاليا أشتغل في وزارة المالية، وزارة المالية. بعت لي أخ قيس تدللين ابعث لك من من الخزينة الهولندية. يا باخ الخزينة الهولندية. تعرف انه دخل دخل مؤسسة الضرائب ايش قد باليوم اخ سلمان؟ انت موجود؟ ما مشغول او شيء؟ ايش قد؟ بس الضرائب الحكومة الهولندية. طبعا هذا الحكومة الهولندية عندها عدة قنوات للدخل، ماكو مشكلة. الحكومة الهولندية عندها عدة قنوات للدخل، قناة واحدة طبعا هي اكبر قناة الضرائب. الحكومة الهولندية دخل اليومي من الضرائب فقط 1 مليار يورو. دخل الحكومة الهولندية من الضرائب فقط يوميا 1 مليار يورو.
30% 37%. كل ما يصعد دخلك كل ما تزيد الضرائب. ايه هو مو هو اخت ياسمين حسب الراتب جوّل 75,000 بالسنة 37 فوق 75,000 توصل 49%. يعني خلينا نقول نص راتبك يروح للحكومة. بس شنو النتيجة انه عندك خدمات مو طبيعية، القطارات، الطرق، خدمات خمس نجوم، خدمات خمس نجوم. وتروح مساعدات اللي ما يشتغلوا. نعم أكيد اللي ما يشتغلوا يأخذون راتب، اللي ما يشتغلون يأخذون أكيد راتب، لكن طبعا أنت يعني الحكومة يعني ما تخليك ما تشتغل. يعني أصلا اللي يأخذ راتب حكومي عبارة عن سجن. عندنا الراتب اللي... ايه اعرف صح عندنا احنا اللي ياخذ راتب الحكومة انت عبالك بسجن، يعني عبالك انت بسجن. الخدمات عندنا بالسالب تحت الصفر. ايه عزيزي هنا عندهم هذا المبدأ مال انه الحكومة الرعوية، حكومة رعوية، حكومة ترعى. صار لك شقد بهولندا 24 سنة، اربع يعني من 2000 بس عشت سنتين بلبنان، فيعني من 2000 بهولندا لكن 22 سنة بهولندا وسنتين بلبنان. خذنا معاك لهولندا. قليلي ما نادرين اخت انياس. هو اخ سلوان يعني خلينا نقول بس هذا طبعا اخ سلوان هذا طبعا فوق ال يعني فوق ال 70,000 يورو بالسنة. وين اخذت الماجستير؟ بجامعة لايدن، جامعة من افضل الجامعات بهولندا، جامعة لايدن. هاي جامعة معروفة عالميا، يعني اعتقد رقمها 70 او شيء بال 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 بالترتيب العالمي. اشكر يسوع، يعني اشكر يسوع انه هو رب انطانا النعمة. انا طبعا كل اشياء كلها ما تهمني، جامعة اشياء يهمنا نكون ممتلئين من الروح القدس، عندنا قوة حقيقية. أقيس هل تعترف بظهورات العذراء والقديسين؟ أي ظهور يمجد يسوع المسيح آمين، أي ظهور لا يمجد يسوع المسيح مو آمين. كيف تعلمت كل هالشيء وانت عزيزي؟ هاي نعمة يسوع المسيح. الرب مكتوب انه بركة الرب تغني ولا يزيدها هم، بركة الرب تغني ولا يزيدها هم. كآية تقول بركات على رأس الصديق، تريمة جدا رهيبة، بركات على رأس الصديق. ف اللي اختبرتونه بحياتي انه لما كنت مستعد اترك كل شيء من اجل يسوع صار الشيء المكتوب والكل يزاد لكم. يعني هو يسوع المسيح قال اطلبوا اولا ملكوت الله وبريه والكل يزاد لكم، يزاد لكم عذرا. فلما تطلب اولا ملكوت الله وبريه الكل يزاد لك. اي نعم عزيزي، ما عندي اتصال بينه بس اعرف انه موجود. نعم، فهذا الشيء اللي صار، يعني اطلبوا اولا ملكوت الله وبره والكل يزاد لكم. امتى امنت؟ اذا تحب تحكي شويه اختبارك. اختي انا امنت عمري 25 سنه،
يعني بالضبط قبل 24 سنة. كانت حياتي عبارة كانت حياتي جدا تعيسة بقيود جدا رهيبة. فدي يوم من الأيام أكو شخص، إحنا كنا موجودين أربع أصدقاء، كان أكو شخص قاعد يتكلم شلون الرب حرره من الإدمان على الأفلام الإباحية. فقال آية موجودة بالكتاب المقدس برسالة أفسس مكتوب: أيها النائم استيقظ من بين الأموات وسوف يشرق عليك نور المسيح. أنا هاي الآية ظلت ببالي، قلت بالضبط هذا الكلام ينطبق علي أنا، أنا إنسان ميت لازم أستيقظ من بين الأموات حتى يشرق علي نور المسيح. وأنا أصلاً يعني ما يعني أنا نفسي ما مستوعب شلون أصلاً تبت، يعني أنا نفسي ما مستوعب، يعني كانت معجزة مو طبيعية إنه الروح القدس ظل يبكتني لي حد ما أنه اختاريت إنه أتوب وأتبع يسوع. بس كان هذا أحسن قرار بحياتي، كان هذا أحسن قرار بحياتي إنه بالضبط أكو مزمور يقول رحمتك قد انتصرت علينا، صح رحمتك انتصرت علينا. فهذا الشيء اللي صار، يعني رحمة يسوع المسيح انتصرت علي وأنا يعني تبت وتبعت يسوع بكل قوة. يعني هاي 14 سنة ظليت أقرأ بطريقة جدا رهيبة، ظليت أقرأ الكتاب المقدس، أقرأ وأرجع وأقرأ وأرجع. فكان شيء جدا رهيب، يعني الكتاب المقدس كثير أنه يعني غير حياتي. بس أهم شيء أنه شيء فرق بحياتي جدا هو لما امتلأت من الروح القدس، هذا بعد 5 سنين بعد إيماني. أنا آمنت ب 2010 وامتلأت من الروح القدس 2015. هذا يوم 50 اللي حل علي، هذا غير حياتي بطريقة مو طبيعية. وأيضا الشيء اللي غير حياتي أيضا هو تجديد الذهن. فعندك بعد الإيمان شيئين جدا مهمين، الروح القدس لازم يدخل فيك وتجديد الذهن. بدون هذول الشيئين راح أظل تخبط، حياتك ما راح تكون ثابتة. لما تمتلئ من الروح القدس لا اختلام الأسنلة. الألسنة شيء آخر، الألسنة هاي موهبة من مواهب الروح القدس، لكن أن يسكن فيك الروح القدس هذا شيء ثاني. أخ إيلي هسه جاوبك. حاضر عزيزي، حاضر 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 هسه جاوبك. فيوم 24/5/2015 أتذكر أنه شلون، نعم صح هذا السؤال جدا جميل، شلون عرفت؟ عرفت بمعرفة اختبارية. شلون يعني؟ يسوع المسيح يقول بلوقا 4: روح السيد الرب علي، هاي من أشعياء. فأنا طول أيام حياتي ما كنت أعرف شنو يعني روح السيد الرب علي، لي حد ما أنه حل علي يوم 50 بديت. هذا موضوع اختباري، تختبر أنه الروح القدس عليك. هذا صعب ينشرح، لأنه مثل ما تريد تشرح الواحد شنو طعم التفاحة، بس اللي كان ذاق التفاحة يعرف طعم التفاحة. أقدر أشرح لك أقول لك طعمه حلو مميز آمين، بس الطعم الحقيقي اللي يذوق الإنسان لما هو نفسه يمتلئ من الروح القدس. الرسول بطرس يقول: لكن إن كنتم تعيرون من أجل المسيح فإن روح المجد والرب يرفرف عليكم. روح المجد والرب يرفرف عليكم. فهذا هو الموضوع، هذا هو الموضوع، روح السيد الرب علي. لا يحس بحلول الروح القدس علينا. شوفي مكتوب بالتكوين أن الروح الرب كان يرفرف على المياه. هاي الصورة جدا رهيبة أنه شلون الروح القدس يعني يرفرف علينا. هذا موضوع اختباري اختي. للأسف الشديد أكو تعليم يقول لك أنه كل إنسان مسيحي عنده الروح القدس، هذا تعليم خاطئ.
لا 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 ما أتكلم بألسنة، لا لا، أنا عندي مواهب كثيرة، مواهب الروح القدس، لكن هاي المواهب ما عندي إياها. أكو ناس عنده المواهب يتكلم بالألسنة، وهو حتى الرسول بولس يقول أنه يقول هل الكل يتكلمون بألسنة؟ لا أكيد لا. هل الكل يتنبؤون؟ أكو مواهب تسعة الروح القدس يوزعها على الكنيسة حسب ما هو يريد، يعني ما تأخذ صح صح. أكو ناس يقولوا لك أنت تأخذ الروح القدس لما تتوب غلط غلط غلط، هاي كارثة، هذا تعليم كارثي، هذا تعليم كارثي. وكثير ناس مسيحيين للأسف الشديد ما اختبروا الروح القدس طول أيام حياتهم لأنه التعليم غلط. طيب مصادر أعمال الرسل 8، أعمال الرسل 10، وأعمال الرسل 18-19 توضح بطريقة جدا رهيبة إنه مؤمنين السامرة كانوا مؤمنين لكن لم يكن الروح القدس قد حل عليهم بعد. أخوان إذا حد سألني وما رديت أرجع أسأل سؤالك مرة ثانية. أخ إيلي كتب شلون كيف ابتدأت بانتقاد الإسلام؟ عزيزي أنا يعني الموضوع أبدا ما كان ببالي إنه لحظة أخ إيلي، لحظة أخ إيلي. طيب افترض ما عندي الروح القدس سوي الطلب أختي. يسوع المسيح يقول في لوقا 11، شو يقول في لوقا 11؟ لوقا 11 الطلب، وطبعا النظام يصلى من أجلك، طبعا تغطسين، يجب أن تغطسين في اسم يسوع المسيح، وبعدما تغطسين يصلى من أجلك بوضع الأيدي من إنسان مؤمن حقيقي عنده الروح القدس. يقول إن كنتم وأنتم أشارا تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأحرى سيعطي أباكم السماوي الروح القدس للذين يسألونه. أعيد، إن كنتم وأنتم أشار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأحرى سيعطي أبوكم السماوي الروح القدس للذين يسألونه. فطلب، لكن المبدأ الرئيسي شكرا المقدس إنه إنسان يتوب يجب أن يغطس مباشرة، بعد ما تغطس مباشرة يصلى من أجلك بوضع الأيدي حتى تمتلئ من الروح القدس. وأنا أتذكر بوقته لما افتهمت أنا تعمدت أصلي من أجلي. طيب بس هو السؤال إنه أنت شلون تعمدتي يعني، ومنو اللي عمدك؟ أنت شلون تعمدتي؟ لأنه أكو ناس يعمدون بالرش، هاي شيء جدا مو طبيعي. مرات تصير أشياء أصلاً بي، أو كنا يستعمد بالرش معود. أنت سامع بعض الشيخ سلوان؟ لو بعدك كدوش حولك شما شنو ها شنو هالمعمودية بالرش؟ هذا يشبه اللي قال لك الثلج الأسود. الثلج الأسود بالرش هذا موجود بالكنيسة الكاثوليكية وموجود أيضا بالكنيسة الكنائس الإنجيلية، منتشر. يقول لك ما يحتاج أوكي أنه تغطس، ولكن يكفي أن يجيب طاسة ماء ويرش عليك بخ ماكو، ويقول له أعمدك باسم الآب بختين، باسم الإبن بختين، والروح القدس بختين، ويبوسه ويقول له مبروك اليوم تعمدت وقبلت الروح القدس، كله سوا، كله دفعة واحدة. لهذا السبب أنا ضد كلمة المعمودية، وحتى لما ترجمنا الكتاب المقدس ما بي كلمة معمودية، لأنه هاي المعمودية من وين جت هالكلمة؟ الكلمة الإغريقية بابتيتسو، بابتيتسو معناها تغطس. فإحنا عدنا بالكتاب المقدس توبوا ليغطس كل واحد منكم في اسم يسوع المسيح لغفران خطاياكم، بالبحيرة بحضور 120 شخص بعد ما آمنت وسلمت حياة للرب، آمين. فتغطستي في الماء، يعني دخلوك بالماء وطلعوك ولا لا؟ إنه غطسوك وطلعوك ولا لا؟ طيب جميل. بعد ما غطسوك وطلعوك صلوا من أجلك بوضع الأيدي، يعني حطوا إيدهم على رأسك ولا لا؟
ومن هو سوى هذا الشيء؟ أخ قيس أنت من أي كنيسة؟ عزيزي أنا إحنا من كنيسة يسوع المسيح. هاي كنيسة ليست طائفية، تتبع يسوع المسيح مع جميع الذين يتبعون الرب من قلب صادق. طيب أي عدة أشخاص؟ طيب يعني حطوا يدهم على رأسك. طيب هذول الناس مؤمنين حقيقيين عندهم الروح القدس لو لا؟ لو ما تعرفين لأنه الناس اللي طيب فأنت من وقتها اختبرتي أنه حل الروح القدس عليك ولا لا؟ بالمناسبة أنا ما كان سؤالي هم مؤمنين ولا لا، سؤالي هل يعني أو القصد من سؤالي هل هم ممتلئين من الروح القدس ولا لا؟ الموضوع مو موضوع أنت مؤمن، الموضوع هل عندك الروح القدس أم لا؟ أخ إيلي عزيزي سؤالك بعده تغيير فيك كشخص. طيب بس كان اختبرتي إنه هذا المبدأ مع إنه روح السيد والرب علي هو هذا الشيء هذا الفاصل يعني إنه الإنسان لما يختبر يعني أنا أتذكر من 24/5/2015 من هذاك اليوم اتذكرته أو يعني اختبرته شنو معناها روح السيد والرب علي. طيب جميل جميل اختي جميل جميل فخلص اذا انت مختبره انه الروح القدس عليك خلص. نعم 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 الموضوع هذا راجع لك انت، هل اختبرتي انه الروح القدس عليك ام لا؟ هذا الموضوع. الاخت تقول اخت انياس شنو رايك بماجي خزام؟ الجميع يبتعد عن هاي المراه، الجميع يبتعد عن ماجي خزام، تسمي نفسها الأم، ما أعرف ليش الأم، ما أعرف شنو الأم. ذكرني بالرسول اللي قال ذكرني بالرسول اللي قال ونساؤه أمهاتهم، ما أعرف شنو يعني الأم شنو يعني. جاب بالك تسمي نفسك الأم ماجي خزام يعني. لبسك غير محتشم. منو قالك انت تعلمين الرجال وتوعظين الناس؟ هذا شيء ضد المسيح، لازم ترجعين الى الوراء وتخلين الرجال ياخذون المكان اللي الرب انطاهم يعني. فالكل يبتعد عن هاي المراه، مراه مقاومه ليسوع المسيح. الام ماجي ليش يعني شنو يعني؟ بس لا تكونين همنا خايفة لا أحد يشتهيك يعني، بس لا تكونين خايفة لا أحد يشتهيك. سميت نفسك أم، ما أعرف يعني أم المؤمنين على العموم. ناس هذا وانت بهذا لبسك الفاحش، لبس فاحش تطلعين على التلفزيون شلون يعني؟ شلون ما تقرأين الكتاب المقدس؟ لو تقرأين الكتاب المقدس أم روحية ها. طيب طيب هي طيب أكو واحد هو يسمي نفسه أم روحي يعني؟ أنا أول مرة أسمع أم روحية شنو أنا. هو أكو أحد سماها أم لو هي سمت نفسها؟ أخ قيس حتى اللي عنده بالكنيسة الرجال مرعوبين منها، أي واحد ما يقلها الأم ماغي تطرده، أي واحد تعمده تأخذ جميع مستمسكاته الرسمية وتعمل له فيديو في حالة أنه في يوم من الأيام حاول أن يعاديها تنشر، تهدده بنشر الفيديو وبالمستمسكات اللي أخذتها عليه في وقت معموديته. صدق شيطانة بكل معنى الكلمة. صدق أنا ما أقول ابتعدوا عنها، أنا أقول هذه الإنسانة مثل الشيطان، ما يكفي أنه تبتعدون عنها، بس أي شخص يعرف عنها أمور خلي يفضح هاي الأمور. صدق إيش قد خلت ناس مسلمين يكرهون المسيحية، تعرف ليش؟ هذا عندك هذا الرجال اسمه عبد الله رشدي، تعرفه أنت زين؟
اي اعرفه اكيد. زوجته شابه ماتت، زوجته شابه ماتت وتركت اولاد. ايش تسوي؟ تسوي فيديو تقول له انت كنت دائما نكره، صدقني يعني لعبان نفس مو طبيعي، انت ايش دخلكي؟ انت منو قالكي هاي المره كانت نكره؟ وانت ايش دخلكي بالموضوع اصلا؟ خليت الناس يجدفون على يسوع المسيح بكلام كل لعب النفس، ايش دخلكي بالنص؟ رجال مرته شابه ماتت وتركت اولاد، انت تطلعين تسوين فيديو تقولي له انت مرتك نكره وكانت دائما راح تبقى نكره؟ اخوان ابتعدوا عنا ابتعاد كامل، ابتعدوا ابتعدوا عنا. تعليم رهيب، تعليم رهيب، تقول الله لا يعلم الغيب، فتصور الله لا يعلم الغيب وهو يتفاجأ بأفعالنا، يعني ينصدم بأفعالنا يتفاجأ. فواحدة بصراحة من بعد سنة بينها هي شنو وشنو تعليمها، وبصراحة بس الجاهلين هم اللي يبقون عندها، واللي ما يحبون الرب ما عندهم أمانة في قلبهم من الداخل يبقوا مع هاي الإنسانة اللي هي مضبوحة بشكل رهيب. بس انت ما تستحي على نفسك تطلعين بملابس فاحشة؟ كله جسمك كله مبين، جسمك كله مبين، مو عيب؟ مو عيب؟ انت ما مو انت على اساس عليمة بالكتاب المقدس؟ انت مو عليمة بالكتاب المقدس؟ طيب ليش ما تكونين محتشمة؟ انت منو قال كده صار تعلمين الرجال؟ انت تقرأين الكتاب المقدس ولا؟ وحدة تلعب النفس، فدروحي تكش من عنده بطريقة مو طبيعية، روحي تكش من عنده بطريقة مو طبيعية. وين الحشمة؟ الحشمة وينها؟ انت شنو؟ انت منو اعطاك السلطان عزيزي؟ وهذا هذا روح ايزابيل اللي يخلي هذا اللعبان نفس يصير، يعني انه مره تتسلط على الرجل وتاخذ دور الرجل. هذا شيء ترى ضد المسيح، هذا عباده وثنيه مو طبيعيه، عباده وثنيه مو طبيعيه. المراه لما تسلط على الرجل هذا بالضبط عباده وثنيه، بالضبط عكس الحق، عكس النور. بس شنو انه عندك المشكلة انه الشعب اللي ما يعرف الكتاب المقدس، واصلا من اكو احتمال كثير من عندهم مصلحتي، يقول لك نستخدمها لمصالحنا والهلاهل والفرح. جويس ماير بعد اقوى، هذيك مسوي شفته، ما اعرف شلون مسوي شفته بطريقة ما اعرف شلون. هاي جويس ماير وقصة شعره مثل الرجال وما مغطي راسه وتعلم، يعني هي توقف توعظ الناس وعليها اربع خطايا، قصة شعره مثل الرجال ما مغطي راسه وتعلم ومسوي شفايفه ما اعرف شلون، ما اعرف شيء مو طبيعي. ويقول لك لا المسيح يحب انه احنا نكون فرحانين ونسوي شفايفنا بالطريقة. طبعا انا ما اعرف شنو هذول النسوان التيك توك ويا الشفايف، يابا انت قبيحة لما تسوين الشفايف، معود اترجاكي ترى انت قبيحة لما تسوين شفايف. الله انطاك شفايف طبيعية، هذا ماكو داعي بهالطريقة، ما له داعي. يسوع المسيح يعرف شلون يخلق، يسوع المسيح يعرف شلون يخلق، هو يعرف شلون يخلق، يعرف. وانت اصلا قبحت نفسك لما سويتي الحركة، وبس الرجال الخبل، بس الرجال الخبل الجسدي اللي بس يفكر بك كقطعة لحم يعجبه هذا، بس الرجال اللي يفكر بك كقطعة شهوة يعجبه هذا. الإنسان الروحي اللي عنده نظرة روحية تكش روحه من هالأعمال. أوكي جميل. أخواني خواتي، أنت ما لكم علاقة بالنساء العالم، هذول النساء فايتين بالحيط
يتبعون الترند، ترند ورا ترند، هاي تسوي هذيك همنا تسوي، هاي تسوي همنا هذيك تسوي، ناس يتبعون. احنا نتبع يسوع المسيح. خليك انت مثل ساره، خليك انت مثل ساره، محترمه هيبه، كانت تحب زوجها، تحترم زوجها، تهاب زوجها، وكانت انه تقول له سيدي، احترام. احنا لازم نرجع الى الاصل، نرجع الى الاصل. ركزوا 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 ركزوا. الكتاب المقدس يقول انه اكو ابار فتح ابراهيم، اكو ابار فتح ابراهيم، ابار تجيب مي، جاء العدو وطم هاي الابار، فجاء اسحاق ابنه ورجع فتح هاي الابار. احنا نريد نرجع نفتح الابار، الطرق، الطرق اللي الرب حطنا اياها حتى نسلك بيها. اختي، الرب يسوع خلقك باحسن جمال، الرب يسوع خلقك باحسن جمال، لا شفه ولا بطيخ ولا هم يحزنون. وكل انسان روحي، كل انسان روحي عنده عيون روحيه راح يعرف يقدرك شلون ما انت. اوكي اوكي. اجمل انسانه بالعالم هي الانسانه المتواضعه. اعيد، اجمل انسانه بالعالم هي الانسانه المتواضعه. اعيد للمره الثالثه، اجمل انسانه بالعالم هي الانسانه المتواضعه. الرسول بولس يقول، الرسول بطرس يقول، يقول الكلام الاتي، الرسول بطرس يقول الكلام الاتي، بطرس الاولى 3 يقول: ولا تكن زينتكن تلك الزينه الخارجيه من ظفر الشعر ولبس الذهب او لبس الثياب، بل الكيان الخفي، الكيان الخفي. اخوان، اخ سلمان عزيزي، ممكن تسوي له هذا حظر، هذا اسمه دكتور رافي، سوي له حظر رجاء. بل الكيان الخفي داخل القلب الذي لا يفسد، اي الروح الوديعه والهادئه التي هي ثمينة جدا في عين الله. ها، فأولاد الله لهم عين الله. ها صح، إيه يعني أولاد الله الذين لهم عين الله، لما يشوفون مرة شلون يقيموها؟ يقيموها بالكيان الخفي داخل القلب الذي لا يفسد، أي الروح الوديعة والمتواضعة، لأن أولاد الآب يسلكون مثل الآب، صح، ولهم فكر الآب، صح صح. طيب الآب إلى ماذا ينظر؟ إلى الخارج؟ لا، الآب ينظر إلى الداخل، فأولاد الآب ينظرون أيضا إلى الداخل. واضح؟ واضح. أي الكيان الخفي داخل القلب الذي لا يفسد، الروح الوديعة والهادئة. خليك تكون روحك وديعة وهادئة، تكونين أجمل إنسانة بالعالم. أعيد، خليك تكونين، كون روحك هادئة ومتواضعة، تكونين أجمل إنسانة بالعالم. هاي الحقيقة، هذا الفكر المسيح. والهلاهل والفرح اليوم، اليوم لايف جدا جميل، اليوم لايف جدا مثمر، اليوم لايف جدا جميل، جدا جميل، جدا مثمر. أشكر يسوع. شفتم يا مشرفين، يا مشرفين التيك توك العراقيين، بوم، يا مشرفين التيك توك العراقيين، بوم، فتحنا حساب هولندي، استمتعوا بالبوم. وانتم حاليا مكتفين الايدي، مكتفين الايدي، مكتفين الايدي. يا با طيب نرجع الكلام. الاخ ايلي، الاخ ايلي سالني وقال: انت شلون يعني توجهت الى انتقاد العقيدة الاسلامية؟ عزيزي، انا اصلا انتقاد العقيدة الاسلامية الموضوع كله ما كان ببالي. انا اهم شيء كان عندي انه ارجع الكنيسة الى اعمال الرسل. انا هذا اهم شيء عندي، مصلح، مصلح لكنيسة يسوع المسيح حتى ترجع الى الاصل، الى كنيسة اعمال الرسل. هذا اهم شيء عندي انا.
بعدين شوية شوية الرب قادني، الرب قادني في موضوع انه المناقشة. ليش؟ لانه شفت، كنت اشوف فيديوهات اكثر الناس المسيحيين يجاوبون المسلمين غلط. يعني انطيك مثال، انطيك مثال، الآية الموجودة في تيموثاوس الأول إصحاح السادس يقول لك إنه الله الذي لم يعني يعينه أحد. هذولي لما كانوا يقولوا لهم يابا أنت من متقول المسيح، والله نعم. طيب الرسول بطرس بولس يقول إن الله لم يراه أحد، ما كانوا يعرفون يجاوبون. فشفت ضعف في المحاورين المسيحيين، شفت ضعف في المحاورين المسيحيين عندما يحاورون إخواننا المسلمين. فالرب دعاني حتى أعرف دائما أجاوب بطريقة صحيحة على الشبهات. فشوية شوية بديت أتعمق بالقرآن، أتعمق بالسنة، وبالنهاية بالعقيدة الشيعية أيضا، حتى نعرف نحاور الجميع بهالطريقة. عزيزي صارت كنت أشوف هذا الشيء اسمه ركن المحدثين، اسمه سبيكرز كورنر بلندن، هذا مكان يحاورون بينه 24 ساعة. فكنت أشوف محاورات، للأسف الشديد المسيحيين كانوا جدا ضعيفين يعني. طبعا أنا بقوة يسوع راح أروح قريبا لندن لهذا سبيكرز كورنر، راح تصير حرب هناك مو طبيعية. صدقني كنت أتمنى تيجي، صدقني أتمنى تيجي أنا وياك نروح هناك، صدق أتمنى. بس شنو، لازم ناخذ ويانا فريق كامل يصور، فريق كامل يصور صدق. وبالمناسبة ترى بعضهم أكو عندهم سكاكين هناك، ها بعضهم حتى بلندن عندهم سكاكين، صدق حتى بلندن عندهم سكاكين عزيزي أنت. بس لازم أنا رايح هناك بقوة يسوع المسيح. هذاك المكان هو هذا الأقوى حرب، هذاك المكان ركن المحدثين، هذا أقوى، هذا الحرب كلها هناك، الحرب كلها هناك، هوسة مو طبيعية. لازم أروح هناك، الناس لازم ينجلدون بطريقة مو طبيعية. أول واحد عندهم هذا المصري اسمه محمد حجاب، ما عرف تعرفونه، محمد حجاب هذا أريد أجلده جلدة جدا قوية، جلدة مرتبة، ألعب بينه لعب. لايف جميل، لايف رائع، لايف هلاهل. طيب بعد منو عنده سؤال؟ بعد شباب منو عنده سؤال؟ ربي قويكم ويحفظكم ويحميك. للأسف الشديد مجتمع عايشين مجتمع فاشل، يقيم المرأة على شكلها. هذا مجتمع فاشل، المرأة لا تقيم بشكلها، المرأة تقيم بالداخل. هذا طبعا اللي عنده عيون روحية، أما اللي فكره بس إنه الشهوة ما له علاقة بالأشياء الروحيات، له علاقة فقط بالعالم. احنا عايشين في عالم فاشل، عالم ضد المسيح. سألتك عن عملية زرع الشعر وتجميل الأنف للرجال، ليش عزيزي؟ ليش تزرع شعر؟ ليش أخونا عزيزي تزرع شعر؟ ليش يعني عندك مشكلة بموضوع الشعر أخونا؟ ما يعني ليش تزرع شعر؟ ماكو داعي عزيزي. شنو الشيء اللي يخليك تزرع شعر عزيزي انت؟ لا اخي انا مثلك صدق، بس حبيت اسمع رايك. لا ماكو داعي عزيزي تزرع شعر، ليش؟ شنو الهدف يعني؟ شنو الهدف من زرع الشعر؟ ماكو داعي عزيزي انت. خليك انه هو خليك مرتاح ولا حل. حتى ماكو حاجه تمشط يعني. تعالوا شوف، يقول لك تعالوا خذوا شعري خلي ارتاح. طيب اختنا ياسمين كذبت، طيب انا كامراه شنو الخدمات الروحيه اللي ممكن اسويها؟ اختي الخدمات الروحيه اللي ممكن تسويها انه مثلا تعلمين الشابات شلون يتبعون يسوع المسيح، وانت نفسك تكونين قدوه، انت نفسك تكونين قدوه. ممكن طبعا تصلين في الكنيسه، ممكن ترنمين في الكنيسة، بس لازم انه اللباس يكون محتشم، ولازم تكون تغطين راسك. يعني اي خدمة بالكنيسة، يعني قصدي داخل الاجتماع،
يكون بلباس محتشم جدا ويكون بغطاء الرأس. وين عايش حضرتك؟ بهولندا. فهاي الخدمات اختي اللي ممكن انه هاي الخدمات اللي انه ممكن نسويها. ما اعرف اذا جاوبت سؤالك او لا اخت ياسمين. شعر المرأة الطويل مو عثرة أختي؟ لمو شعر المرأة هو جمال المرأة، ففي داخل الكنيسة، في داخل الكنيسة إنه حلو يليق بالمرأة إنه تغطي شعره حتى لا يظهر جماله، إنه في الكنيسة يجب أن يظهر جمال يسوع المسيح فقط. هذا المبدأ. التبشير في الشوارع ممكن تبشرين النساء، يفضل انه اذا اكو رجال وياكي هم يبشرون الرجال وانت تبشرين النساء، هذا الشيء يفضل يعني. فهذا هو الموضوع. دائما حاول تكونين خاضعة للرب ومشكورة خفيدا. لازم يعني حاولي دائما تكوني خاضعة للرب وهو الرب يقودك، يعني يقول انه الرب تواضعوا تحت يد الله القديرة فيرفعكم في حينه. هاي دائما حقيقة. لا ماكو مشكلة عزيزي، انا باكر من باكر عندي يعني بس شغل بالحكومة، فيعني شيء بسيط يعني ماكو مشكلة. انا جدا زين، جدا زين وجدا مريح. لوسيانا لا عزيزي ما تعجبني ابدا، ما تعجبني ابدا. لبسه غير محتشم، لبسه غير محتشم. هي ما عندها سلطان تعلم، ما يصير تعلم الرجال، هذا الشيء ضد المسيح. وطلعه هم انا كله شعره واشياء او وميك اب، وهذا عبالك رايح حفله. حفله ايش حفله؟ اكو حفله؟ ماكو حفله، حفله ماكو. فانا هاي الاشياء جدا تكش روحي من عنده. المراه لازم تكون متواضعه خضوعه، تكون متواضعه وخضوعه، ما تعلي نفسك، لا تعلي نفسك، خليك متواضعه وخضوعه. الانسان المتواضع مو ضعيف، الانسان المتواضع هو القوي. ايه لبسه غير محتشم. حتى فد مرة واحد مسلم ضربه بصاروخ جدا قوي، حتى مرة واحد مسلم طلع ببثة ضربه بصاروخ جدا قوي على 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 لبسه. طبعا ناس يقولوا لك يسوع المسيح لا يهتم بالخارج، اي فاحنا نعثر الناس بلبسنا. روحي انت اطلعي يا مرأة يا بنت، اطلعي خلي ملابسك تكون كلها حصر، كله حصر وجسمك كله مبين. ايه يسوع المسيح ما عنده مشكلة انه انت يكون لبسك حصر وتعثرين الاخرين، تعثرين الاخرين، ماكو مشكلة. تكونين مصدر اغراء للاخرين، ايه ماكو مشكلة. هو هذا يسوع؟ هو هذا يسوع المسيح اللي ما عنده مشكلة المرأة المسيحية تكون مصدر اغراء للاخرين؟ لو هذا يسوع اخر. أنا فترة كنت أغطي شعري بالكنيسة، صرت ملفتة للأنظار جدا، تضايقت من نظراتهم. إيه أختي العدد هذول هم ناس تعبانين الظاهر. أختي اللي يضايق من غطاء الرأس عنده مشكلة روحية. أختي اللي يضايق من غطاء الرأس عنده مشكلة روحية، عنده مشكلة روحية. إحنا يجب أن نتبع يسوع المسيح بالكامل، وأنه الرب هو اللي أمر بهذا الموضوع. فإذا أنت طبعا أنا طيب وراعي الكنيسة إيش كان يعني إيش كان رأيه بالموضوع؟ راعي الكنيسة إيش كان رأيه بالموضوع؟ أخت روح كاتبي ليش؟ ليش على شنو أخت روح؟ ما
ما افتهمت. هي الآية واضحة تفسر بطريقة واحدة فقط. أقيس بالنسبة لجماعة العنصر عزيزي، أنا ما أعرف أنهم موجودين، بس أنا ما أعرف يعني شنو وضعهم بالضبط. أنا أعرف أنه جماعة العنصر موجودين، بس أنا ما أعرف شنو بالضبط وضعهم أو الشيء هذا. أخي أنت كاهن، كاهن شلون يعني يا أختي؟ قصدك راعي كنيسة؟ أي نعم راعي كنيسة. إحنا ما عندنا الكهنوت، الكهنوت كان موجود بالعهد القديم، هاي جميعا كهنة، جميعا نقدم ذبائح الحمد والتسبيح و رج دم يسوع المسيح. يا أختي ماكو مشكلة، خذ راحتك، اسألي هذا الشخص، بس الآية جدا واضحة، الآية جدا واضحة، راعي كنيسة، راعي كنيسة يسوع المسيح عزيزي. مو إحنا ما عندنا كنيسة إنجيلية، عندنا كنيسة يسوع المسيح، مو كنيسة إنجيلية. إحنا بعيد جدا عن الطائفية، يسوع المسيح لم يكن طائفيا، يسوع المسيح لم يكن طائفيا، لا كان كاثوليكي ولا كان بروتستانتي ولا كان أرثوذكسي ولا كان أي شيء من هذا القبيل. يسوع المسيح هو يسوع المسيح، والكنيسة هي كنيسة واحدة. يسوع المسيح هو يسوع المسيح، والكنيسة هي كنيسة واحدة. طيب بعد أكو واحد سألني شيء ما رديت، بعدنا أختي بعدنا قاعد ندور مكان نجتمع، بعدنا قاعد ندور مكان نجتمع أختي. كنا نجتمع قبل بمنطقة اسمها زوترمير قريبة من دنهاخ، حاليا قاعد ندور إنه مكان نجتمع بينه بمنطقة اسمها زفولا. مكانك بالعراق قيس. صدق أو بسوريا، صدق مكاني بسوريا، مكاني بسوريا بالشام، بالشام أو بدير الزور أو بحلب. تروح الحلب تبشر بالمسيح رأسا، يعلقوك بطريقة جدا مرتبة. أو تروح الإدلب، أيا باخ، تروح الإدلب تبشر بالمسيح. قوية. جدا قوية. ماكو مشكلة، أنا أهم شيء إنه الجميع يسمعون كلمة الله، هذا أهم شيء عندي، ويسوع المسيح هو يقودنا. بس أنا عندي هيك، عندي تعاطف رهيب جدا ويا الشعب السوري صدقي، عندي تعاطف جدا، يعني ولا مرة جاب بالي أروح العراق، طبعا قبل ما أعرف الأخ سلوان، قبل ما أعرف الأخ سلوان ولا مرة كان يجي بالي أروح العراق، بس دائما كنت أفكر بسوريا. حاولت مرة أروح سوريا ما دخلوني، ما دخلوني، جوازي أدخل بينه أمريكا بس سوريا ما قبلتني. ليش ما قبلوني؟ ليش ما دخلوني؟ ليش؟ ليش؟ وصلنا للحدود وأنا فرحان ودخلت وما، ليش ما دخل الضابط؟ ما دخلني ليش؟ يا ضابط أنت ليش ما دخلتني الشام؟ ما دخلني ليش؟ هذا السؤال المهم. على العموم رح حاولنا ندخل الشام ما دخلنا، حتى ما كان اختفيته. كان اختفيته. ايه ابو اندرياس، مو انا عزيزي ما عندي خبرة بموضوع الرشوة، انا ما عندي خبرة بموضوع الرشوة. اكو بعض الناس قالوا لازم يعني لازم تنطبس، انا ما عندي خبره بهالموضوع عزيزي. ف على اخ مازن تحياتي وسهلا بك عزيزي، شلون كان لايف رهيب اليوم؟ كان لايف جدا جميل، لايف جدا رائع، شكرا يا يسوع. اي ماكو مشكله عزيزي، ماكو مشكله، الرب يقودنا، يقودك الرب على الدوام، يشبع في الصحراء نفسك، يجددون لك عظامك، والهلاهل والفرح، والفرح والهلاهل. الرب يقويك. أنا وسلم بك أخ أحمد، تحيات عزيزي وسلم بك.
يقودك الرب على الدوام يشبع في الصحراء نفسك. دكتور محمد مسكين، لا وداعتك مو مسكين، وداعتك مو مسكين، عنده حركات جدا مو حلوة. بأي جواز حاولت تفوت بالهولندي يا أخت لوليتا؟ أنا ما عندي غيره، يعني ما عندي جواز عراقي، عندي جواز هولندي فقط. أي وداعتك؟ ما عندي جواز. أي وداعتك مار؟ قال لي وصلنا طبعا للحدود، قال لي لازم أبعث برقية. قلت له برقية؟ قال لي إيه لازم أبعث برقية للشام. إيه تفضل. بعد ساعة ونص، بعد ساعة ونص بعث برقية. إيه تفضل. رفض. رفض يا بليش رفض؟ قال لي أقدر أبعث لك برقية ثانية لمكان ثاني، بس احتمال تطول يوم يومين ثلاثة. أنا بالمصنع، أنا وين بالمصنع، على حدود سوريا ولبنان. شقعد هناك أسوي، شقعد أسوي هناك أنا يومين ثلاثة أعلمه. بس هسه بس شنو الشيء المضحك؟ اسمعوا الشيء المضحك. قال لي روح على السفارة اطلب فيزا، روح على السفارة اطلب فيزا. أنا الأمريكا ما لازم أطلب فيزا. قال لي روح السورية، أروح للسفارة السورية ببيروت أطلب فيزا. يا بحاضر. رحنا للسفارة السورية ببيروت طلبنا فيزا، بعد شهرين رفض. لا كارثة. قيس نحن عدنا الفيزا على سوريا طول خمس دقائق، ماكو شيء اسمه رفض. شنو القصة؟ صدق كذب؟ ليش يعني غريبة هاي الحالة بصراحة؟ أنا ما أعرف، أنا ما أعرف إنه يعني على الحدود رفضوني وطلبت فيزا هم أنا رفضوني. أنت بالذات ممنوع تفوت لعنا، يمكن أختي، يمكن صدقي ما أعرف، احتمال لأنه عندي جواز هولندي ومن خلفية عراقية، ما أعرف صدقي. جواز أوروبي نعم نعم يمكن، بس الشيء خربنا الضحك. على العموم أريد أحاول أطلع لي جواز عراقي حتى أطلب، حتى يعني لما أروح أدخل بالجواز العراقي. بس هذا موضوع الجواز العراقي رأيت لي شيء اسمه خراج قيد، هذا موضوع معقد أعتقد، يراد لي إخراج قيد من الحكومة العراقية. بس قالوا موضوع معقد طبعا. أريد أقول لك شغلة، اسمع أضحك. كان أكو شخص قال لي قيس أعرف ممكن شخص يساعدك يعني، قلت له تفضل اسأله. فهذا الشخص اللي بيعرف تعرف إيش قال؟ قال لي ماكو مشكلة أسوي لك إياها، إيش قد تكلف؟ قال 2500 دولار. ايش صار يا معود؟ يعني هويتك البطاقة الموحدة يعملوا لك جديدة في اي بي 250 الف يعني 160 دولار، والجواز يكلف مقدّة روح كله 500 دولار. لا عزيزي هي. عزيزي انا ما احتاج شيء، انا احتاج بس اخراج قيد هنا السفارة بولندا هي تسويه. انا هم انا اتصلت بيهم قالوا لي بس اريد اخراج قيد بس. طلع اصلا اخراج قيد اي عزيزي 2500 دولار. انطيني 5000 دولار نعمل لك اياها. شنو النهيبة هاي؟ بس انت ضحكتني اليوم جدا، تعرف ليش؟ طيب شو ضحكتني جدا، ضحكتني إيه؟ لما إيه؟ قلت انه فد مرة حضروك اسبوع قدم. اخوان الاخ سلمان مرة حضرون اسبوع قدم طعن، حضرون شهر. صدق انت ما استغربت من الحساب العراقي مع الاخ يونان؟ انا شفت العجائب بحساب العراقي قوي.
ومرة أخ قيس أنا ما فاتح لايف يومين ثلاثة وحسابي ما بيشي وكنت طالع جيست ونزلت حسب الأصول أوكي، جيت أفتح لايف عم محظور أسبوع وأنا ما فاتح لايف أصلا، تمام؟ أشكال ألوان شفت بهذا الحساب. صدق مضحك هذا الموضوع يا والله. صدق مضحك. وداعتك أنا البيعة رأسا حذف للحساب، طز حذف مباشرة. شيء مو طبيعي. لازم نشوف بالمستقبل ندبر لك حساب هولندي، حساب لبناني، حتى نشوف يعني، حتى على الأقل احتمال يعني ما يكون. بس إذا أنت بالعراق كارثة. إذا أنت بالعراق هذول هم المشرفين، حتى أعتقد لو حساب أمريكي. قديش الساعة أخ قيس هلأ؟ 12 إلا ربع. عدكي أنت بلبنان 1 إلا ربع. إيش قد كنت حاليا أتمنى أكون بلبنان. إيه صدقوني هذول العائلة أصدقائي الأولاد يا باخ قد مشتاق لهم. صدق 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 يعني من كل أعماق قلبي أتمنى أروح لبنان هسه حاليا. هذول الأطفال يقولوا لي شو وقت تجي شو وقت تجي. إيه صدق كثير مشتاق لهم. يلا يلا ربي قوينا ربي قوينا. بس شلون اطفال اخ سلمان اكو اثنين هم 5 و6 اكو اثنين من عندهم مو طبيعيين مو طبيعيين صدق مو طبيعيين اكو اثنين من عندهم صدق مو طبيعيين. اي عزيزي يعني مشكور مشكور اخي لي مشكور عزيزي. ايش قلت؟ يعني شلون مو طبيعيين؟ يعني محترمين بطريقه فوق الوصف. صدق صدق فد يعتنون بي فد يحترموني فد شيء مو طبيعي يعني كل شيء قريب يقولون حاضر حاضر يعني فشيء مو طبيعي. صدق صدق محترمين مو طبيعيين. هاي واحدة من عندهم اسمها فانا. كنا لما كنت ببيروت كنا اخذها ونروح على المكدونالدز. اكو المكدونالدز يم البحر يعني بالضبط على البحر. المكدونالدز على البحر بالضبط. كانت تستمتع استمتاع مو طبيعي. طبعا هم خطيه مساكين يعني. كانت تستمتع استمتاع مو طبيعي بمنطقة اسمها عين المريسة معروفة جدا ببيروت. بمنطقة اسمها عين المريسة معروفة جدا ببيروت. يصدق ربي قوينا. المشكلة حاليا ماكو طيارات. طيارات ماكو. حتى الحكومة الهولندية طلعت 400 واحد هولندي من بيروت من لبنان. يعني طلعت 400 او تعرف شنو شلون بطياره حربيه. صح إيه صح 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 الوضع صح صح. بطياره حربيه طلعوهم بطياره حربيه. بس انا المشكله اللي اشوف الاولاد شلون. هاي المشكله. زين قيس انت تطمن عليهم انهم بخير؟ اكيد كل يوم احكي وياهم. كل يوم احكي وياهم. اكيد عزيزي. كل يوم أحكيها. أهلا وسهلا بك أخ فريد. عزيزي إحنا بخدمة كل إنسان يريد يتبع يسوع المسيح. إحنا بالخدمة عزيزي. إحنا بخدمة كل إنسان يريد يتبع يسوع المسيح. أنا أهم شيء أنتم تكونون زينين. هذا أهم شيء عندي. تكونون أقوياء فرحانين. مكتوب أما الرب الآن فهو الروح وحيث يكون روح الرب هناك تكون حرية. أما الرب الآن فهو الروح وحيث يكون روح الرب هناك تكون حرية. وسلم بك العزيز. مع السلامة أخ فريد. تحياتي لك. من أجمل الآيات الموجودة في الكتاب المقدس حيث يكون روح الرب هناك تكون حرية. حرية مو قيود. إلى حرية أولاد الله المجيدة. حرية أولاد الله المجيدة. طيب شباب إيش قد صار لنا حاليا؟ صار لنا حاليا ساعتين ونص. أي عزيزي الرب يقول تقدسوا لأني غدا أصنع بكم عجائب. تصبح على خير الناس. تصبح على خير يسوع معك. طيب شباب يسوع يقويكم ليكم بالفرح والسلام والقوة
يسوع المسيح انتصر اليوم بطريقة جدا رهيبة ودائما منتصر. والرب يقويكم ويحفظكم ويحميكم وتكونون في الارتفاع. يقول لك أما منتظري الرب فيجددون قوة، يحلقون بأجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. رب يقويكم يحفظكم يحميكم، تصبحوا على ألف خير. غدا لايف، غدا لايف ساعة بيش. خلني نقول مبدئيا، الساعة 7 مساء بتوقيت مكة والعراق، بعد وقت. أنا أعرف أنه لايفاتي أشكر يسوع بي روح الله موجود، أشكر يسوع اللايف بينه روح الله، روح الله موجود بينه، روح الله موجود بينه. لهذا السبب داود كان يقول واحدة سألت وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. يا عزيزي خيري تصبح على خير، يسوع معك. واحدة سألت إياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. ما أجمل هذه الآية، ما أجمل هذه الآية. إذا تتأخر نقدمك للمحاكمة. المعود إخوان، يسوع يقويكم يحرسكم يحميكم. غدا بنعمة يسوع الساعة 7 مساء بتوقيت مكة والعراق عندنا لايف. I love this verse. آمين آمين أخت أنجل، آمين. آية جدا جميلة. طبعا أشكر يسوع اللايف كل يوم كان زين. احنا كل ما قاعد نوصل تكبيسات كثيرة كل ما قاعد ينجح البث، كل ما نوصل تكبيسات أكثر شقد ما ينجح البث. يعني اليوم البث كان أقوى من البارحة، اليوم البث كان أقوى من البارحة. وقوة يسوع القصير ساعتين ونص. أخت لاوري قصير شلون؟ البث طول ساعة ونص أختي، ساعتين ونص حاليا نحن في طريقنا إلى ساعتين وثلاث أرباع. بس يلا إحنا دائما بالخدمة، لا تقلقين لا تقلقين لا تقلقين، دائما بالخدمة، ربي قوينا. طيب شباب عادي نتكلم جست؟ إيه أكيد عادي نتكلم، تفضل عزيزي. مساء الخير أخ قصي، أنا اسمي قيس عزيزي مو قصي، اسمي قيس مو قصي. أشكر يسوع عزيزي، أشكر يسوع، أشكر يسوع. خلينا نشوف شنو الموضوع، تفضل. ما سمعت شنو؟ السلام عليكم. أشو عليكم؟ ليش هيكي؟ عليكم ليش؟ بتعرف شنو؟ أقدي يا راجل، ما فهمت شنو؟ فيها شنو؟ السلام عليكم. ايه تفضل عزيزي، انت شيعي لو سني. شو اخبارك انت؟ ايه انت شيعي لو سني عزيزي. شنو تقول؟ انت ليش طالب جست؟ ليش طالب جست؟ انا بيعرف شنو محتواك يا راجل. محتوانا هو العقيدة الاسلامية والعقيدة المسيحية. تقدر تدافع عن العقيدة الاسلامية؟ يا راجل انت شايف ايش من قدامك شنو مكتوب يا راجل، ايش كان مكتوب؟ ما اعرف هذا الاخ بينوشيه، ما اعرف الاخ بينوشيه احتمال، ما اعرف. على العموم عزيزي ما اعرف شو الموضوع. شباب غدا الساعه 6 بتوقيت اوروبا والساعه 7 بتوقيت مكه والعراق. الساعه 6 بتوقيت اوروبا والساعه 7 بتوقيت مكه والعراق. نطلع لايف ايضا، رجاء جميعكم كونوا موجودين حتى نكبس ونشير وندعم وهكذا حتى يطلع اللايف. يوبي مثل ما قالت الأخت، يوبي. بس أكو اثنين طالبين جست إخوان. لحظة أكو اثنين طالبين جست، هذا روح الجست يطول بعد. تفضل نور. هذا اللي جنبك المسيح يا اهدى عزيزي، اهدى اهدى، ما الذي يحدث؟ تفضل أخونا، تفضل.
بحكي لك اللي كان موجود اللي اسمه مينا مسيحي. وانا ايش دخلني بمينو يعني؟ ما انت نزلت وحكيت له مش عارف شو تحكي ولا شو تسوي. هو قال ومن قال لك هو مسيحي؟ منو قال لك هو مسيحي؟ هذا اخوي. لا اخوك؟ طيب شلون قاعد يقول السلام عليكم؟ مش عارف ما شفتوش بس هو. انا ما اعرف عزيزي، الاخ قال السلام عليكم. ما اعرف انا بعد، انا شلون واحد مسيحي يقول السلام عليكم؟ تفضل. مساء الخير. اهلا وسهلا بك. لي سؤال في الكتاب المقدس. اي بعد ما جاوب سؤالي اطرح. طيب تفضل. سني؟ نعم تفضل. سني، جميل عزيزي. كم كان عمر عائشة عندما تزوجها الرسول؟ 18 عام. كم سنة؟ 18 عام. مصدر؟ البخاري. انطيني ما اطلع افتح، انطيني رقم حديث. 18 عام. اخونا انا راح افتح. اخونا هل ثمار زنت؟ هل ثمار زنت صحيح عندك؟ راح اجاوبك، راح اجاوبك بعد شوي اخونا. راح اجاوبك يعني كانت بتنك. شوف 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 اللغه الله. شوف اللغه شوف شوف اللغه الوسخه. ليش عزيزي ليش؟ ليش؟ طيب ليس المؤمن بالفاحش، بس للاسف حتى احترام الرسولكم ماكو، حتى احترام للرسول ما بقى ما بقى ما بقى. الفاحش، الكلام الفاحش. انت ما تقرا القران يقول لك وقولوا للناس حسنا. روح الله مع السلامه. شباب الرب يقويكم ويملككم بالفرح والروح القدس والهلال والطمأنينة. ديروا بكم على نفسكم. باشر الساعة 7 بتوقيت مكة والعراق نتشاوف بقوة الرب. و يقل لك 18 سنة وهو مكتوب 6. شلون 18 سنة ومكتوب 6؟ ما افتهمت. اخت محبة تفضلي. شون 18 سنة ومكتوب 6؟ افتح انا قبل شوية فتحت على اليوتيوب، راح احاول باكر افتح، احتمال افتح بعد التيك توك. اخوان حاولوا رجاء تكونون موجودين ب ايضا لما نفتح على اليوتيوب اذا امكن يعني. بس راح احاول بقوة يسوع انه افتح ايضا على اليوتيوب. صح، حاولوا تكونون معنا ايضا، اريد شوية نرتب اليوتيوب. طيب أعزائي أحييكم تحية عسكرية، ربي قويكم يملكم بالروح القدس والفرح والهلاهل والطمأنينة، وأراكم غدا. كونوا فرحانين، مكتوب فرح الرب هو قوتنا، مكتوب افرحوا بالرب في كل حين، وأقول أيضا افرحوا. يسوع يحفظكم وأراكم غدا. يسوع معكم وتصبحون على ألف 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 خير.